اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي الكبار. النجم الكبير كابتن عادل عبد الرحمن. ازيك كابتن عادل؟ مشرف ومنور. اهلا يا كابتن طبعا. اسلام والحمد لله على السلامه ليك كمان. ربنا يخليك يا كابتن. مشرف يعني. لكم الله يخليك. الله يكرمك. ربنا يخليك. ايضا النجم الكبير كابتن هاني العجيزه. يا كابتن هاني مشرف ومنور. ربنا يخليك يا كابتن اسلام. وحشنا يا كابتن. كله تمام والله العظيم. وحشنا وحش كل الاهلاويه يعني. انا سعيد ان انا موجود معاك النهارده ويا رب دايما بالتوفيق ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. هنتكلم في ايه؟ هنتكلم في حاجات كتير جدا. الكابتن عادل والكابتن هاني هيشرحوا لنا كل ما يخص فريق الدحيل القطري من الناحيه الفنيه بقى. كابتن عادل مدير فني كبير هيتكلم معانا في هذه الامور ايضا كابتن هاني. ولكن الحقيقه قبل بس ما نبدا في التحليل يا كابتن عادل، دايما اول باول بنقول ايه اللي بيحصل في بعثه النادي الاهلي. الحمد لله البعثه وصلت، بعثه النادي الاهلي وصلت الى مقر اقامتها في ارض المونديال. وفور وصول البعثة إلى مقر إقامتها تم عزل جميع أفراد البعثة في الغرف المخصصة لهم في الدور الخامس والسادس في الفندق لحين ظهور نتيجة المسحة الطبية. زي ما حضراتكم عارفين يا كابتن عادل كابتن هاني، أول ما وصلنا للمطار اتخذت مسحة علشان أجراء عادي عشان نطمن على كل الافراد اللي موجوده في البعثه. وبالتالي اول ما وصلوا الفندق كل واحد قاعد في اوضته، الاكل هيجي له لغايه عنده، هيحط لهم الاكل بره، واللاعب هيفتح وياخد الاكل بتاعه، لانه ممنوع اي حد يخش لاي لاعب الا بعد ظهور نتيجه المسحه اللي اتعملت في مطار حمد الدولي. وبالتالي البعثه الان معزوله كل واحد في اوضته لغايه لما نشوف نتيجة المسحة. والأكل ما تقلقوش، الأكل هيوصل لهم لغاية باب الأوضة وكل حاجة هتبقى تمام. وأي حاجة جديدة هنقولها لحضراتكم. وإن شاء الله وإحنا بنتكلم مع الكابتن عادل والكابتن هاني هيكون معانا فيديوهات كثيرة جدا من الدوحة. كابتن عادل، يعني أولا فخر كبير وسعادة كبيرة لكل أهلاوي في الشكل اللي إحنا شايفينه، الشكل العام قبل بقى ما نتكلم عن النواحي الفنية. يعني احنا في البدايه، احنا لما اتكلمنا على الفاينل بتاع افريقيا والمكسب الكبير اللي كسبناه وكسبنا بطوله افريقيا، ما كانش الهدف افريقيا وبس، الهدف كمان كاس العالم للانديه طبعا. لانه هو ده المحك الرئيسي. لو تفتكر يا كابتن اسلام اتكلمنا في الامور دي كتير، النادي الاهلي تخطى حته الدوري. يعني انا مش بقول دايما احنا بنخلي بالنا وبنلعب على كل البطولات وبناخد كل البطولات، لكن تخطيت فرحة الدوري خلاص. يعني فرحة الدوري بالنسبة لك بقت حاجة طبعا عادية، لأنك متعود عليها ومتمرس عليها وإن شاء الله تدوم يعني. ولكن إحنا خلينا بقى نتكلم على إن إحنا طموحنا عالمي. إن أنت تروح بطولة العالم للأندية دي حاجة كويسة، لأن أنت متمرس حتى فيها. يكفي إن عندك لاعب من اللعيبة لعب معلش أفضل. معلش آسف يا كابتن، بس عشان طبعا دايما بتكون الأفضلية للهوا زي ما حضراتكم شايفين طبعا. دي فيديوهات من المطار فور وصول بعثة النادي الأهلي. زي ما حضراتكم شايفين استقبال حافل واستقبال كبير جدا لبعثة النادي الأهلي. لاعبين زي ما حضراتكم شايفين كل واحد يعني على قد ما بيقدروا بيحاولوا طبعا يعملوا التباعد الاجتماعي ما بينهم، أو يعني كل واحد بيبعد عن التاني حوالي متر. وجمهور النادي الأهلي كابتن عادل جمهور عظيم في كل حتة بتلاقيه، بالذات في الخليج يا كابتن إسلام. انت عارف انه العيد اللي عند جمهور النادي الاهلي في الخليج او في قطر في الوقت الحالي، انت بتتكلم في جمهور بيبقى مشتاق جدا لاي حاجه من ريحه بلده. ايوه، ما بالك كمان ريحه بلده الجميله اللي هو النادي الاهلي. طب معلش، بما انك بتتكلم على الجمهور الله الله، بس خلينا نكمل اللقطه دي يا سمير. الكابتن خطيب طبعا وزي ما حضراتكم شايفين بيقول لهم في قلبي، بيقول لهم في قلبي، وشجعوا الفرقه كلها كالعاده الحقيقه. كابتن خطيب يعني حاجة جميلة جدا وحاجة رائعة. وبحسه بقى كلاعب كرة قدم وأسطورة كبيرة في كرة القدم، هو بيقول لهم شجعوا الفرقة كلها مش أنا، شجعوا الفرقة كلها والنادي الأهلي. حاجة جميلة جدا جدا. طب ما تخلينا نسمع الصوت كده يا سمير لو سمحت. أعتقد الصوت ده برضه مهم. Thank you.
لا حاجة جميلة جدا يا كابتن عادل يا كابتن هاني، يعني الواحد جسمه اشعر واحنا بنتفرج. لا خليني بقى اقول لك على حاجة مهمة قوي لازم الناس كلها تعرفها وجمهور النادي الاهلي يعرف. اول حاجة انك انت النادي الاهلي لما بيروح اي مكان في الخليج النادي الاهلي بيبقى رقم واحد من ناحية التسويقية. خلينا نتكلم عشان مش احنا بننتمي للنادي الاهلي، بكلمك لانه الفرق في ناس بتقول حاجات تانية بس يلا. لا ما هي الفرق بص اللي بيقولوا هم اكتر شعبيه، لا هقول لك انا ليه اثبت لك ان احنا اكتر شعبيه. احنا لما بنسافر الخليج كل فرقه بتيجي من بره بتلعب بطوله في الخليج بقى مباراه وديه في الخليج، مباراه اعتزال بيبقى ليها رقم مالي، بمعنى انك انت بيقول لك الفرقه دي تستاهل تاخد كام $1000 في المباراه. ايوه تعرف ان النادي الاهلي بالنسبه لاي نادي في الشرق الاوسط او اي نادي عربي بغض ماليش دعوه بالاسماء، بس انا بكلمك لو النادي الاهلي بياخد $250,000 كان على ايامنا بياخد $75,000 في المباراه. ايوه اكبر نادي الان بياخد حوالي $75,000 عشان هي بتبقى شركات، لكن انت كنادي اهلي ليه $250,000؟ ايوه اولا عشان اعلاناتك بتزيد في المباراه، اللي هو السبونسر اللي بياخد المباراه اعلانه بيزيد قوي. رقم واحد. رقم اتنين بيضمن اني انا مش بتكلم في الفتره دي من غير جمهور، بيضمن ان الجمهور بيجي له، بيضمن ان التيكت بيتباع بدري، وبيضمن ان مش هيهدر تيكت واحد. الحاجه الثانيه المبيعات بتاعه التيشيرتات والحاجات اللي هي بتتباع مع في ما بين الشوط او قبل المباراه او بعد المباراه بتجيب ارقام كبيره، فاي شركه بتجيب النادي الاهلي فبتجيب النادي الاهلي على شعبيته. نعم. علشان كده لما تيجي تتكلم على شعبيه اي فرقه ما تتكلمش ان مجازا وخلاص انا اكتر ولا انت اكتر، اتكلم على رقم، الحياه ارقام فلوس. اتكلم على فلوس وقيمه تسويقيه. القيمه التسويقيه بتاعت النادي الاهلي لما بيسافر اي بطوله، النادي الوحيد اللي بيتعامل زي الباير اقل شويه لما بيجي يلعب الباير، لما رحنا نلعب الباير كان القيمة التسويقية أو القيمة اللي خدها الباير أكتر منك حاجة بسيطة، ولكن مش فرق كبير قوي. أي فرقة من الدوريات اللي هي الخمسة الكبرى لما بيروح يلعب مباراة ودية أو مباراة افتتاحية أو أي مباراة بيبقى ليه قيمة. النادي الأهلي تمام مش من الخمسة، ولكن أقدر أقول لك من أول الفئة التانية اللي هي بعد الخمسة، ده النادي الأهلي. تمام. هني انت سافرت لعبت في او يعني اتصبت طبعا، يعني انا اسف ان انا بقول انت اتصبت، ولكن انت اتصبت قبل ما تسافر تقريبا. لا سافرت بس اتصبت هناك في 2008. في 2008 في 2008 لعبت الماتش الاولاني تيالي ولا لا؟ الماتش الاولاني ولا صح. ذكرياتك ايه واهم ذكرياتك في الوقت ده؟ طبعا انا عايز بس اقول طبعا مبروك للنادي الاهلي ووجوده في بطوله كبيره زي بطوله كاس العالم للانديه. طبعا النادي الاهلي معودنا دايما، النادي الاهلي دايما بيبقى سباق في الوجود في التواجد في الحاجات المهمه، ودي طبعا ما فيش اهم من بطوله كاس عالم للانديه ان انت تبقى موجود فيها. تقريبا ده شرف لكل اي حد ينتمي للنادي الاهلي، واي شرف بشكل عام لجمهور مصر ان يكون النادي الاهلي هو سفير الكره المصريه والكره العربيه وتواجده في بطوله كبيره زي دي. طبعا يعني انا طبعا يعني سعيد ان انا موجود النهارده في الاستوديو التحليلي، وكنت انا موجود قبل كده في 2008 مع النادي الاهلي، بس طبعا يعني البطوله ما كانتش موفقه بالنسبه لنا، لما خسرنا من باتشوكا 4، وكان يعني النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي كانت منتظره مننا ان احنا نأدي بشكل كويس في المباراه دي، لكن يعني حصلنا سوء توفيق في المباراه دي وخرجنا. بس انا لما شفت الفيديو بتاع جمهور النادي الاهلي يا كابتن اسلام افتكرت لما رجعنا من 2008 برضو كان نفس الشكل ده، كان نفس الشكل ده، وكان برضو جمهور النادي الاهلي لما رجعنا واحنا خسرانين 4. ده مهم جدا، يعني الفيديو ده موجود على اليوتيوب تقريبا لو سمير يقدر يجيبه لنا. كنا برضو كابتن الخطيب كان موجود معانا، كان نائب رئيس، والكابتن حسن حمدي كان رئيس ايامها. نفس الوقفه انا افتكرت، يعني انا لما شفت الفيديو ده افتكرت ان احنا لما رجعنا كابتن عادل ازاي الجمهور استقبلنا واحنا خسرانين، ونفس التشجيع ونفس الروح اللي كانت موجوده. يعني بصراحه جماهير النادي الاهلي دايما بتقف معاك في الكويس وفي الوحش، فهي دي روح الجماهير الفريق اللي دايما بيكسب، واللي دايما لما بيلاقي جمهوره في ظهره. فانا شايف ان اللقطه دي يعني
لقطه جميله، واتمنى ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يادي بشكل كويس في المباراتين او مباراه الدحيل ان شاء الله، وباذن الله يكسب ويلعب البايرن ان شاء الله، وتبقى مباراه تاريخيه بالنسبه للنادي الاهلي. والنادي الاهلي دايما معودنا ان هو دايما بيلعب ماتشات مع فرق كبيره، لعبنا برشلونه، لعبنا البايرن قبل كده، لعبنا ريال مدريد وكسبناه. فالنادي الاهلي انا شايف ان هو يعني جدير ان هو يبقى موجود في وسط العمالقه دي، وبطوله كبيره زي كاس العالم للانديه. كابتن عادل، بعض من لا يشجع النادي الاهلي دايما يقول لك ايه البطوله دي بطوله ترفيهيه، يعني مجرد ان انتوا تشاركوا فيها وخلاص. ما هو انت بتشوف العجب يعني. يعني انا دايما لما النادي الاهلي يتربع على قمه الدوري بفارق 15 نقطه ولا كده، يقول لك ده دوري سهل، دوري ضعيف. ايه ده الدوري عامل كده ليه؟ لما يكون في منافسه، لا ده اجمد دوري اتلعب في التاريخ، يا سلام على الدوري. ما هي كده. الحاجه الثانيه ان انت لو حد راح غير النادي الاهلي كاس العالم للانديه، احنا مش هننام ولا هنعيد. ليه مش هننام ليه؟ لانهم ده في انديه بتكسب مباراه واحده. انا مش عايز حاجه خلاص، انا مش عايز حاجه. لا ده في نادي مثلا يبقى يعني يكسب مباراه، احنا جينا رجعنا، ده احنا ومفيش تاني ومفيش ومفيش ومفيش. يعني انا مش عاوز اتكلم على حد، لكن انا عاوز اقول لك انه لما انت تكون بطل القاره وبتروح تمثل قارتك في بطوله عالم، وانت تيجي تتكلم معايا وتقول لي ان هي بطوله وديه ازاي وهي 16 مليون دولار الجوائز بتاعتها يا كابتن اسلام. طيب خدها اقتصاديه يا اخي. يعني انت لو مش معترف ان هي، طيب الحاجه الثانيه هتلعب الباير، او يعني الباير في البطوله قبل كده كان في برشلونه، قبل كده ريال مدريد. يا اخي انت لو في ماتش ودي لريال مدريد او برشلونه مع اي فرقه عربيه، الدنيا ما بتنامش ولا الحاجات دي كلها. فانت هتسمع الكلام ده كتير يا كابتن اسلام، عادي يعني. العادي اللي هو طول الوقت انت كلاعب النادي الاهلي او كمشجع النادي الاهلي، وانا عاوز اقول لك حاجه، انت عارف قوتنا في ايه؟ دي حقيقه، في الجمهور ده. تخيل انت الجمهور ده يعني اداك باور قد ايه طول الوقت. حاجه تانية مهمه والله بجد، يعني انت قلت كلمه عجبتني، الواحد بدن اشعر لما شاف الحاجات دي. بص يا كابتن اسلام، لما بتبقى في الخليج، ويمكن انا عشت لاعب، رحت الخليج وانا بلعب مع النادي الاهلي، ولعبت النادي الاهلي وانا في الخليج، كنت هناك، وكمان بقيت مدرب، كنت بشوفهم هم جايين. انا بقول لك فخر انك تبقى اهلاوي بجد. يعني الموضوع مش ان احنا بننتمي للنادي الاهلي، لا، فخر، لان انت ناديك لما بيجي يروح ايه، شوف التقدير اللي بيتقدره. انت شوف مثلا الجمهور، انت عارف لولا الكورونا كان هيبقى كل المصريين اللي في قطر، كل المصريين اللي في قطر كانوا طلعوا للنادي الاهلي. مظبوط. واقول لك حاجه تانية، ومن جنسيات اخرى كتير قوي بيطلعوا للنادي الاهلي. وحاجه تانية مهمه، انا هديك بس عشان اوريك النادي الاهلي ده قيمته قد ايه. بس انا مش هجيب بالاسماء يعني. انا في يوم كنت قاعد وكنا بنعمل مباراه لاحد الرموز في فرقه انا كنت بدربها. والاقتراحات، اول اقتراح كان في فرق كبيره عالميه، اول كلمه الراجل اللي هو بيعتذر قال انا عايز النادي الاهلي، عايز اليوم يبقى ناجح، عايز اليوم يبقى فيه جمهور، عايز المباراه تاخد صدى عربي كبير قوي. فجاب النادي الاهلي. فانت على سؤالك هتسمع كتير قوي الايام الجايه، واقول لك حاجه كبر دماغي يعني. ما لا بص، هقول لك كمان عشان بس تبقى عارف. ربنا يكرمك يا رب وتكسب. مثلا يقول لك ايه البطوله دي، ايه ده البطوله دي ملهاش اي لازمه. انا معايا بس اصل مكالمه مهمه جدا جدا يا كابتن عادل. يا كابتن هاني، ذا ليجند، يعني الاسطوره مانويل جوزيه. مستر مانويل، الو، الو، يا ليجند. يا ليجند، وحشنا والله. انا عايز اكلمك انجليزي بس يعني. ها ايه بتعرف طلع انجليزي؟ ايه الديش يا جماعه؟ انا انتوا سامعين ولا لا؟ لا مش سامعين. الو، طيب هنرجع تاني.
انا الصوابير نادر الصوابير وصفي. طيب طيب لغايه لما تظبطوا لنا الصوت لان دي مكالمه مهمه جدا الحقيقه يا كابتن عادل. يا كابتن هاني مكالمه طبعًا مهمه جدا. واحد من اساطير التدريب في كره القدم وعمل تاريخ لينا كبير في كاس العالم طبعا الكلية. طبعا وعمل تاريخ للنادي الاهلي وتاريخ ليه وتاريخ للجيل اللي كان متواجد معاه. هاني دايما بيبقى فيه فروق ما بين الكاس العالم للانديه والبطولات اللي انت لعبتها مع النادي الاهلي. انت خدت بطوله افريقيا اكيد ودوري وكاس. ايه الفرق بقى؟ ايه اللي بشوفته فرق في الوقت ده في 2008؟ لا كابتن فرق كبير جدا طبعا. انا ممكن احنا معانا الوقت طبعا ان احنا نتكلم في تفاصيل اكتر عن كاس العالم للانديه وازاي التنظيم وازاي أيوة. الشكل العام للفرق اللي موجوده لان طبعا انا حضرت الموضوع ده وعارف ازاي ان البطوله دي بطوله مهمه جدا زيها زي كاس العالم. انا شايف ان الـ يعني التنظيم من اول يوم لحد من اول ساعه تقريبا من ساعه ما النادي الاهلي وصل لقطر شايف ان في اهتمام كبير جدا من وسائل الاعلام واهتمام طبعا النادي الاهلي برضو فريق يعتبر فريق كبير جدا ممثل القاره الافريقيه والنادي الاهلي تاني فريق عدد مشاركات في بطوله كاس العالم للانديه بعد اوكلاند سيتي طبعا. فدي طبعا ان عارفين الناس كلها عارفه قيمه النادي الاهلي ازاي عارفين ان ازاي النادي الاهلي لما يكون موجود في اي مكان ازاي البطوله دي بتعلي من اسهمها زي مثلا يعني في سنة 2009 تقريبا لما رحنا بطولة ويمبلي يا كابتن عادل طبعا بتلاقي بطولة ويمبلي لما قال لك عايزين حد ممثل من قارة افريقيا طبعا ما لقوش غير النادي الاهلي. النادي الاهلي طبعا كان ايامها مستحوذ على كل البطولات مع مستر مانويل جوزيه. رحنا ولعبنا بطولة ويمبلي كان برشلونة وتوتنهام وسيلتك يعني فرقة كبيرة جدا. فانا عايز اقول النادي الاهلي وجوده في اي مكان ده مش من فراغ. انت 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 بتروح عشان انت اسمك كبير عشان انت بطولاتك كبيره اكتر فريق في افريقيا بيحقق بطولات. عايز اتكلم بالاخص عن بطوله كاس العالم للانديه يعني النادي الاهلي تواجده يعني شايف ان السنه دي ان شاء الله باذن الله يعني مباراه الدحيل دي مش هتبقى مباراه اللي هو النادي الاهلي رايح يحتفل ان هو خد بطوله افريقيا. لا انا شايف ان اللعبه مركزه جدا والراجل المستر الموسيماني من اول ما ركب الطياره هو بيدي اللعيبه كابتن تابلت بيذاكروا الدحيل ودي مش اول مره المستر الموسيماني يعملها. فانا شايف ان اللعبه مركزه اللعبه المره دي في لا عارفين ان هم رايحين هيقابلوا فرق محترمه فرق كبيره. اعتقد ان النادي الاهلي باذن الله ان هو يعدي فريق الدحيل ويلعب البايرن وتبقى مباراه تاريخيه وكبيره للنادي الاهلي. طبعا مستر مانوي كان معانا برضو في البطوله بتاعه 2008 عمل معاكم ايه بعد ما ولا حاجه خالص. جا شجعنا يعني احنا خسرنا من باتشوكا 4 كابتن. كان ماتش يعني ماتش صعب جدا بتلعب فرقه محترمه يعني فرقه محترمه وفرقه منظمه وفرقه عندها عناصر كويسه جدا. احنا اتفاجئنا في الملعب كمان بالمستوى بتاع الفرقه. مستر مانوي جه بعد الماتش قال لنا انتوا رجاله عملتوا اللي عليكم. جمهور النادي الاهلي كمان عارف ان احنا ما قصرناش عارف ان الفريق اللي كان موجود ما قصرش. جولنا المطار وحيونا وشجعونا ووعدناهم ان احنا السنه اللي بعدها ان احنا نرجع تاني كاس العالم للانديه. وزي ما قلت يا كابتن اسلام يعني كاس العالم للانديه بطوله كبيره جدا بطوله كبيره جدا بكل المقاييس. لا يا اخي مش قوي مش ولا لا بجد لا والله العظيم لا لا بجد لا بجد بطوله كبيره جدا مش 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 حاجه يعني زي دوري بتلعبه بالظبط. طبعا طبعا يعني حاجه يعني عشان انت توصل للمكان ده كابتن عادل فعلا لازم تتعب بجد والله العظيم لازم تتعب لازم تفوز لازم تفوز ببطوله قاريه والبطوله القاريه دي اقوى من كاس عالم الانديه. يعني انا شايف ان انت بتلعب هي كده طبعا انت بتفوز انت الاول على القاره بتاعتك بالزبط. والاول على القاره بتاعته ازاي تبقى ضعيفه الا في عيون مين التواني او التوالت او الرابع او الرابع بالظبط ممكن الثاني ممكن الثاني والثالث بص انا عايز اقول والسادس لا بص انا عايز اقول لك حاجه لا انا عايز اقول لك حاجه مهمه قوي. النادي الاهلي طول عمره الحاجه اللي بينجز فيها كويس لازم تتقلل واي حد بيكبر الحاجه الصغيره بتاعته احنا بقى عندنا مش احنا يعني هم الناس دي بتبقى عندها مشكله احنا ما عندناش مشكله. يا كابتن بعض من لا يشجع النادي الاهلي والله شوف انا خليها كده لان انا دائما بقول ان جمهور النادي الاهلي الاحصائيات اللي بتتقال زي مثلا قال لك ايه قال لك الخليج
في انديه يعني في نادي شعبيته اكبر في الخليج. فانا يمكن كنت قاعد في الخليج دايما كنت بقول ايه كنت بقول ايه وانا قاعد في الخليج كنت بقول ايه طب ما ننزل اشوف نواف واحمد وكده. انت نواف بتشجع الاهلي ولا بتشجع مين؟ وانت يعني مين اللي اجزم ان هو الشعبيه اكبر؟ مين اللي هي مقوله بتتقال حلم لا وحاجه بص وانا نايم في الحلم كده بحس لا مثلا انت دايما ايه كذبه 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 عشان في الاخر تتصدق اللي هو ايه أيوة الكذبه. برافو عليك يا بتقول كاس عليك. العالم ضعيفه 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 يا حد ما توصل ان هي ضعيفه رغم ان فيها افضل انديه العالم. فالحاجه الثانيه لا النادي الاهلي مش شعبيته الاولى في اي حته مش شعبيته الاولى مش شعبيته الاولى النادي الاهلي زيه زي اي حد بيكسب في مصر بالحكام او بيكسب او الكلمه يعني احنا مثلا بقالنا اربع مباريات في الدوري فقدنا ست نقاط بسبب التحكيم او بسبب عدم الفار كمان. يعني انا عاوز اقول لك حاجه انا انا انا, أنا احيانا بسال نفسي وبقول ايه هو احنا ليه امتى احنا كنادي اهلي امتى نتظلم في التحكيم وبعدين يقول انت ظالم؟ عارف ليه؟ لان هي دي الاول بيهاجمك هو تتهاجم الاول. في مثلا في انديه يتحسب لها 8 دقائق وقت ضايع ما يجيبش جون فيها، النادي الاهلي يتحسب له 6 فاهم؟ فيجيب جون فيقول لك النادي الاهلي بتحسب له اكتر حاجه في الوقت الضايع، رغم ان انت ممكن يكون خدت 8 دقائق و10 دقائق بس انت ما انجزتش فيها. والله شوف احنا دايما بنسيب الناس تتكلم زي ما هي عايزه. طبعا لا بس لازم نقول احنا وصلنا خلاص ودي سادس مره لينا ان احنا في كاس عالم للانديه فاحنا لازم نحتفل بحاجه زي دي بوجودك في بطوله كبيره زي دي. خسرك بقى من المنافس وسيبك من بالظبط. هل تفتكر ان التحكيم اصل انا بتكلم دايما كده ليه؟ يعني لانه العداله في التحكيم من الممكن جدا جدا ان انت تكسب الدحيل وبعد كده تكسب غير الدحيل وهكذا ممكن جدا طبعاً. وممكن تتغلب. دي كره قدم في النهايه ممكن يحصل ان انت تكسب ممكن يحصل ان انت تتغلب دي حاجة ما نعرفهاش. ولكن طالما التحكيم عادل لو حسب عليك ركلة جزاء ممكن يتحسب ليك ركلة جزاء برضه بالظبط. معلش رجع لنا الليجند تاني فلازم ناخده يا ليجند. كومو او سينيور يا مستر انا اسلام الشاطر يا مستر مساء الخير. مساء الخير كابتن اسلام. مساء الفل يا مستر وحشنا جدا جدا جدا. مساء الخير عليك يا كابتن. مساء الخير. مويتاش سوداد اشتاي اكيد وسنيور مانويل جوزيه. هذا شيء دوفير اوتر بيس. Saudades do senhor. O assunto ele aí Já está a ouvir mal outra vez, eu não percebi a pergunta. يعني برحب بيك يا مستر مانويل طبعا على شاشة قناة النادي الأهلي بيتك الكبير طبعا. وحشين كل اللعيبة اللي دربهم وحشا مصر وأصدقائه في مصر وخاصة جمهور النادي الأهلي العظيم. يعني يا مستر مانويل صنعت جيل تاريخي وصعدت بالنادي الأهلي إلى كأس العالم للأندية. يعني تلقيت خبر حصول النادي الأهلي السنة دي على الثلاثية هذا الموسم، تلقيت الخبر ده إزاي وأنا عارف أن أنت دايما متابع جيد لما يحدث داخل النادي الأهلي؟ لقد تلقيتها بفرح وبفخر. فكما تعلمون مكسب 3 بطولات في عام واحد شيء خارق للعادة. لا بس انت كسبت 5 يا كوتش. ما انا حافظ. ganhamos o Dauri, o campeonato, ganhamos a taça, ganhamos a super taça do Egito, ganhamos a Liga dos Campeões,
ابنا الى جانب الثلاثيه السوبر المصري والافريقي. مظبوط. طيب يعني بالنسبه لك ان يعني لما سمعت ان النادي الاهلي وصل الى كاس العالم لسادس مره وبعد غياب 7 سنوات، هل كنت فخور بده، سعيد بده؟ ورقم 6 بيعني لك ايه برضو يا كوتش؟ عشان ده مهم قوي. ما تعديش حاجه. بعيد ان الاهلي وصل اخيرا لكاس العالم للانديه. يقول انا دربت 8 سنين وكانت الامور حققنا نجاحات كبيره. وأسعدنا الجمهور، وأنا لي علاقة وثيقة مع جمهور الأهلي وكل العناصر، وجزء كبير من حياتي قضيته مع الأهلي وهو بيمثل لي كتير في حياتي، ومصر كلها الأهلي وخصوصا الأهلي، بس مصر كلها بتشكل جزء من حياتي. النسخة الأولى وصعود النادي الأهلي في 2005، ذكريات النسخة الأولى بالنسبة لك يا مستر مانويل؟ أول مشاركة 2005 لم نحقق الكثير، لأن كان هناك آمال عريضة وذهبنا إلى اليابان. وكان عندنا آمل، كان في طموح كبير جدا أكبر من الإمكانيات، إن احنا كنا عايزين، كان أملنا نكسب كأس العالم وما قدرنا، وكان ده سبب ضغط على اللاعبين وما يقدروش يحققوا نتائج إيجابية. وانا اتذكر في المؤتمر الصحفي في اللعب الاخير في المباراه الاخيره، هو قال انه مش هو ده الاهلي، مش هو ده الاهلي الحقيقي. وانا اقول وانا اؤكد لكم ان في العام القادم، في العام القادم ستكون سنشارك وسنشارك وسنحقق نتائج جيده. وفي العام التالي كان وصلنا إلى مستوى مرضي، وعدينا إعداد وحققنا أهدافنا من المشاركة. البرونزية في 2006 أعتقد أن هي واحدة من العلامات البارزة في تاريخ تدريب مانويل جوزيه للنادي الأهلي. كانت فترة، كان الميدالية كانت مهمة للغاية، ولكنني حزنت لأن المباراة ضد الناسيونال البرازيلي خسرنا 2-1 رغم أن احنا كنا أفضل من ناسيونال. مظبوط. واحنا خسرنا لان احنا كنا لعبنا بعصبيه. احنا لعبنا احسن بكتير، احسن من فريق ناسيونال البرازيلي، وكنا نستحق التفوق، لكن هم اللي كسبوا الماتش وهم اللي كسبوا الكاس. كان مهم ان احنا كسبنا الميدالية البرونزية، لكن اللي احنا عملناه كسبنا فريق المكسيكي، وكسبنا لان احنا كنا الافضل،
وكان مستوى عالي. كنا احنا وانا كان عملي ان احنا على الاقل كنا نستحق الميدالية الفضية مش البرونزية. مستر مانويل، من وجهة نظرك كان مين افضل او مين تصنفوا افضل ثلاث لاعبين في الجيل اللي حضرتك كنت موجود فيه؟ انا باصو بيقول انا ما اقدرش اقول كده. عارف ان هو مش عارف. ما تقولش اسلام على فكره، مش عايزك تقول اسلام. اسلام شاطر. نعم بيقول اسلام الشاطر كان لاعب ممتاز وهو صديق عزيز. طبعا طبعا، شرف لي. بيقول مش هقول احسن ثلاث لاعبين. خلاص يا كوتش زي ما انت عايز. طيب مستر مانويل، برضو سؤال من الذكريات، يعني مين اكتر واحد خد بيج زيرو؟ بيج زيرو في لعبه كتير. مش هيقول. اه سامع شو. مش هيقول. لا مش هيقول ولا هو لا هيقول، ده كان بيقول لنا على طول. والله مش قادر تبقى مش قادر. هو اسلام شاطر. شاطر ايه ده؟ ما سمعتش. اسلام الشاطر. كنت متاكد ان هو هيقول كده على فكره. لا بس انا فيولين، قول له مش انا اسلام فيولين مش بيج زيرو. انا بضحك معاك، انا بضحك معاك، ما تزعلش. ايوه النهارده يا كوتش تم استقبال النادي الاهلي استقبال كبير جدا في قطر. تفتكر يعني استقبال الجمهور للجيل اللي حضرتك كنت متواجد معاه مدير فني في 2005 و2006؟ ده الفيديو اللي بقول لك عليه مسلم. ده بعد ما رجعنا من 2008. ده اللي بعد باتشيكو. بعد الخساره من باتشيكو. اه انتوزس بايز نازيا مش تعرف يندلش. الاستاد استاد شايو. بيقول في قطر استقبلنا استقبال حافل وكان الاستاد مليان عن اخره. ايوه. وبالذات الجاليه المصريه والجاليات العربيه. كما نعلم. وفي والجالية المصرية أنا فاكر لعبنا في قطر وخسرنا ضد بايرن ميونخ 2-1 وكان الاستاد مليان عن اخره وكان التشجيع الجمهور كان قوي بالنسبة لنا. ايوه وخسرنا في اخر دقيقه في اخر دقيقه. طبعا هو بيتكلم عن اليابان مش قطر يعني، لكن انا كنت بتكلم عن استقبال النادي الاهلي النهارده في قطر. طيب النصيحه اللي تقدر توجهها مستر مانويل لمستر موسيماني واللاعبين دلوقتي؟ بيقول المدرب لا يحتاج لنصايحي. أيوة. واكيد هو هينصح اللاعبين. أيوة. لكن المهم الثقه والهدوء. ايوه وما نخافش من المسؤوليه. كل الفرق الأوروبية والأمريكية قوية ولكن احنا بنمثل الكرة الأفريقية والأهم نصيحة للعيبة ان هم يكونوا واثقين وما يخافوش. أيوه.
فريق قطر ما هوش افضل من فريق الاهلي، واحنا هنقعد لازم نكون عندنا ثقه ان احنا هنغلب، نلعب عشان نغلب، احنا نقدر نغلب فريق قطر. وبالنسبه للمدرب يدير الماتش حسب حسب الايه المواقف اللي هتمر في الماتش. تمام، انا بشكرك يا مستر مانويل يا ليجند، انا بشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا النهارده، واسمح لي تكون معنا يعني الفتره اللي جايه ان شاء الله على الهواء مباشره برضو علشان يعني نسمع تحليلك للنادي الاهلي خلال او عن النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. انا بشكرك وسعيد جدا 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 بتواجد حضرتك معايا. شكرا جزيلا الاسطوره مانويل جوزيه المدير الفني السابق للنادي الاهلي واحد اهم المدربين في تاريخ النادي الاهلي في من اول سنه 2000 وحتى 2012. انا عايز اقول حاجه بس يا كابتن اسلام لو ينفع، موقف حصل مع مستر مانويل جوزيه لما روحنا اليابان 2008، عشان بس الناس ما تفكرش ان النادي الاهلي بيروح ان هو راح يحتفل او راح ان هو حاجه احتفاليه، لا النادي الاهلي بيبقى رايح عايز فعلا يعمل نتيجه ويعمل مركز في كاس عالم للانديه. الموقف اللي حصل يا كابتن اسلام ان احنا كنا مسافرين طبعا يا كابتن عادل 12 ساعه سفر طبعا. طبعا في الساعه البيولوجيه طبعا، تغيير الساعه البيولوجيه، فطبعا رحنا نزلنا من الطياره اتفاجئنا ان مستر مانويل قال لك واحنا في الباص، طبعا احنا كلنا نايمين في الباص، مش يعني كلنا نايمين يعني في تعبانين طبعا مش قادرين فعلا، قال تمرين قال لك في تمرين لازم يعني احنا ما صدقناش، احنا قلنا احنا طبعا تعبانين جدا فطبيعي ان انت هتروح تنام تاني، قال لك لا عشان يعني تمشي نفس اليوم يعدي اليوم ان انت يعتبر ان انت اليوم ده صاحي هتبدا تشتغل على الساعه البيولوجيه بتاعت اليابان وتبدا ان انت تشتغل من جديد في تاني يوم كانك عايش في اليابان بقالك فتره. طبعا الوقت الموضوع ده بياخد وقت، مش تنسجم في يوم وليله، فبتاخد يومين اقل حاجه ان انت تعيش في جو اليابان ومع الوقت ومع الطقس كمان هناك. فانا عايز اقول بس ان النادي الاهلي يعني الراجل مستر مانويل الموقف ده يعني خلاك ان اداك حق كابتن اسلام ان انت مش رايح تهرج او مش رايح تحتفل، لا انت رايح تلعب على مركز، رايح تحقق انجاز لمصر وللنادي الاهلي. بس كنت عايز احكي الموقف ده يعني من طبعا حاجه مهمه جدا. ردا على الكلام ده، هو مانو جوزيه عمل ايه في الوضع ده؟ لما بيجي انت بتيجي تغير علشان حته النوم، هي اللي بتقف قصادك انك مواعيد النوم بتاعك والتغير طبعا اللي طبعا فهو بيجهدك فكره يعني بتتعمل ان هو يجهدك لغايه اما تيجي ميعاد اليوم المظبوط اللي انت عايز تظبطه تبقى داخل على النوم وانت مجهد، لان لو سابك كده ممكن تخطف في النوم فمش هتعرف تنام فهتقلب يومك، هتفضل على نفس يومك طبعاً القديم وهتتاقلم مش بعد 3 ايام، هتتاقلم بعد 6 ايام صح. لكن بالطريقه اللي عاملها دي ممكن يخليك تتاقلم من خلال يومين لثلاث ايام. انا بتكلم على الاحترافيه ازاي ان ما هي دي من ساعه ما انت مشيت من هنا وبيبدا يفكر في السيناريو طبعا بتاع طبعا هو راجل الحقيقه تصريحاته كلها يعني بص في ثانيه تلاقي التصريحات كلها نزلت في كل حته ومحب جدا للنادي الاهلي ومحب. هو على فكره انا لسه مكلمه مثلا من اسبوع 10 ايام ولا حاجه، كنا بنتكلم في ذكرياتنا وقلت له لازم تيجي مصر قريب، وهو راجل جميل. عارف يا كابتن اسامة كنت نفسي اساله سؤال، ايه هو بقى؟ كيفيه الخروج من بطوله لبطوله دي مهمه، كانت مهمه جدا دي مهمه مانويل جوزيه يعني 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 المشكله في الـ في الـ في اللاعب العربي دايما لما بياخد بطوله ازاي يخرج للبطوله الثانيه يعني ينسى البطوله دي، فمانويل جوزيه كان استاذ فيها بس كنا عاوزين نعرف منه. هنساله هنجيبه تاني هو معانا بس الفتره دي ان شاء الله يكون معانا دايما لانه واحد من اهم المديرين الفنيين اللي كانوا متواجدين في النادي الاهلي. خلينا نطلع فاصل يا كابتن عادل برضو نريح شويه ماشي. واحنا مكملين هذه الحلقه الرائعه الحقيقه، معرفش يعني طبعا كلنا مبسوطين بيها ومبسوطين ان يعني مشاهده كبيره جدا من جمهور النادي الاهلي عندي على السوشيال ميديا، الناس يعني الحمد لله والشكر لله حاجه جميله جدا جدا، ولكن دايما شاشه قناه النادي الاهلي بتكون من اكبر الشاشات مش عشان حاجه ولكن عشان جمهورها دايما ما بيسيبهاش ودايما واقف في ظهرها. هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنرجع نكمل هذه الحلقة. Thank you.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. طبعا قبل ما نكمل كلامنا عايزين حضراتكم تشاركونا على الصفحه الرسميه لقناه الاهلي على الفيسبوك والانستجرام وتويتر وسؤال حلقه غدا ان شاء الله على هاشتاج الاهلي في المونديال وهو عنوان برنامجنا. ابعت بالفيديو ذكرياتك ايه مع الاهلي في كاس العالم للانديه. اي حد كان بيتفرج على النادي الاهلي خلال الخمس مرات السابقه وعنده ذكريات ويقول لنا ايه الذكريات ويمثل لنا كده مشهد تمثيلي لو بيفتكر تضحك لو بيفتكر الحاجات دي. هو كان قاعد ايام 2005 2006 2008 2000 وكل المباريات او كل الفتره اللي لعب فيها او كل السنوات اللي لعب فيها النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. وبعتوا لنا على كل صفحاتنا الرسميه. انا هخصص جزء كبير لهذا الموضوع خلال الايام القادمه. حلوه الماتشات كانت الصبح اصلا. خلي بالك يمكن انتوا كنتوا بتسافروا بتلعبوا احنا كنا لما نيجي نتفرج فاحيانا بتبقى عندك شغل واحيانا بتبقى عندك مثلا سهر عندك اجازه فسهران فانت بتقعد علشان لازم تتفرج على الماتش ده. في احد اصدقائي يقول لي احنا كنا بنزوغ من المدرسه عشان نيجي. احنا مش عايزين حد يزوغ. التزويغ غلط. التزويغ غلط. كده مفيش مدارس. كده مفيش مدارس. كده مفيش مدارس. مش عايزين حد يزوغ من اونلاين. من ان في اونلاين الصبح ولا بس الماتشات بالليل. عموما زي ما قلت لحضراتكم مستنيين مشاركاتكم على الصفحه الرسميه لقناه الاهلي سواء على الفيسبوك او على انستجرام او على تويتر. وانا سالتكم سؤال من الاول في أول الحلقة، من هو صاحب أول هدف في مونديال الأندية أو في أول مشاركة للنادي الأهلي في مونديال الأندية؟ مين أول واحد جاب جون؟ تعرف؟ لا ما تقولش. أنا عارف. ما تقولش. عارف؟ والله ما تقولش مين؟ مش عارف. ما دام بيفكر. لا يعني أنا اللي هو كان 2005 أول مرة. عارفه بس مش هقول. قول لنا مين؟ مش هقول صح ولا غلط؟ لا مش هقول. يبقى مش عارف. لا عشان ما تغشش. لا ده تغشش. لا أنا أقول لك أنا فاكر ليه علشان ماتش اتحاد جدة صح؟ مش دي البطولة اللي كان في اتحاد جدة؟ أيوه. واتفرجت على الحاجات دي لأن أنا مرنت الاتحاد وكانوا جايبينها على طول وكانوا عشان يغزوني كانوا بيجيبوا لي المباراه دي وبيجيبوا لي كاس العالم للانديه ده. والله فانت عارف مين يعني اللي جاب. طب قول مين يا كابتن. والله انا يعني. طب اي قول اي اسم هيكون مين. لا مش هو. طب قول انت. لا انا مش هو. هو عارف اكيد. طب قول انت. انا عارف والله. انا مش عارف. في اخر الحلقه بقى يا كابتن. اخر الحلقه ممكن نقول. بس انا قربت اجيبه. قربت تجيبه؟ ماشي. انا برضو يعني هحاول دلوقتي اجيبه. هو كابتن يا اما ابو تريكا يا اما فلافيو يا اما عماد متعب. سهلتها لك اهو. واحد من الثلاثه. واحد مين ابو تريكا يا فلافيو يا عماد متعب. 2005 كان بعد ماتش المحله جون فلافيو يبقى فلافيو. لانه قعد سنه ما يجيبش جوان وبعدين جاب لنا خلاص لا بدا يجيب جوان. لا مش يبقى عمده بقى هنعمل ايه. العمده معرفش. هو العمده. لا مش هقول لك مين. هقول لك حاجه. احيانا انا كنت متخيل ان عماد متعب بجد يعني عماد متعب بيجيب الجون ومغمض. هداف من الهدافين اللي عمل حاجه في كره القدم في التهديف غريبه بشكل. الوحيد اللي كان بيشتغل بالتوجيه كراس حربه. اجوانه معظم اجوانه بالتوجيه ما بيكونش بيبص. اكتر مهاجم انا شفته في السنين اللي فاتت دي كلها حافظ خطوط ال 18 بيعرف لما بيكون واقف هنا بيحط الكره فين ولما طبعاً بيكون واقف بيحط الكره فين. يمكن انا فاكر له مباراه الزمالك لو فاكرين الجونين اللي جم ورا بعض اللي يلف وما يبصش ويحطها من فوق رجل اللاعب في الحته البعيده. طب بص احنا هناخد شويه برده من صفحتنا على الفيسبوك نشوف برده الناس بتقول ايه. يلا بينا. ونقول ان احنا قاعدين مع حضراتكم لغايه الساعه 12 ان شاء الله وعندنا لسه مفاجآت قادمه مع حضراتكم. حد اسمه القضية ممكن. ايوه. مش انا والله ما ده هو اسمه. ايوه عارف. فهي دي ايه معناه ايه؟ عارف الواد ده؟ هو ده اسم؟ لا بجد والله انا مش هو ده ايه يعني اسمه ولا مش عارف هو اسمه. هو فعل؟ بيقول ممكن فعل. هو فعل. طيب اصبر لغايه الاخر يعني عشان الناس. طب حضراتكم يعني ابعتوا لنا على فكره انا شويه انا عاوز اعرف القضية ده لازم قضية ممكن ده لا لازم نسمعه. مش هقدر كاتب ايه. لا يبقى عرفت خلاص. لا مش هقدر اقول كده. متشكرين يا عم القاضي. هو طبعا في ناس كتيره كاتبه. ابعتوا لنا يا جماعه على صفحتنا على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى انستجرام قولوا لنا برده مين اول واحد احرز هدف في كاس العالم للانديه او من صاحب اول هدف للاهلي في مونديال الانديه. هل هو فلافيو
ولا العمدة عماد متعب ولا ابو تريك؟ هو واحد من الثلاثه دول، هم دول اللي جابوا الثلاث اجوان صح، او هم دول اللي جابوا الاجوان يعني. طيب خلينا بقى كابتن عادل دلوقتي نتكلم فنيا شويه عن فريق الدحيل القطري منافس النادي الاهلي خلال الفتره او خلال المباراه القادمه. فريق صعب، فريق عنده مجموعه هجوميه او تكوين هجومي جيد جدا. من وجهه نظرك كيف ترى مباراه الاهلي امام الدحيل؟ طب خلينا اخدك لحاجه لفرقه الدحيل، ان هي غيرت جلدها ولعبها وفنها وفكرها عشان كاس العالم للانديه. بمعنى اتفضل الدحيل فكر فكر ان هو يشتغل الشغل اللي كان بيشتغله في الدوري القطري، قال لك مع النادي الاهلي ما اقدرش. فبدا يفكر. قبل ما حضرتك تكمل، ايه الشغل اللي كان بيعمله في الدوري؟ الدوري القطري دوري مفتوح، مفتوح بيلعب الحته الهجوميه، تلاقي كل نتائج المباريات 5-4 و3، وتلاقي ما فيش تعادلات كتير خالص. فهم عندهم الحته الهجوميه لانه بيجيبوا لعيبه غاليه الثمن، لعيبه كبار، بس بيجيبوهم في الحته الهجوميه دايما، فالحته الدفاعيه بالنسبه لهم كانت. فهو فكروا ان هم يغيروا جلدهم شويه في الطريقه التكتيكيه. هو دايما بيلعب في الدوري القطري بيلعب 4-4-2، ولكن هو بدا يتغير. انا متاكد تماما اخر مباراه لعبها 4-4-2 اللي هو مع الاهلي القطري وكسب في الكاس 6 يعني، لكن انا متخيل ان هو هيغير علشان النادي الاهلي. هو عنده، انا مش عايزك تقول كل حاجه، بس انا مش عايزك تقول كل حاجه عشان ايه، احنا لسه قدامنا وقت وعندنا كمان مداخلات وعندنا كل حاجه النهارده. بالمناسبه هنعمل كل حاجه النهارده هاني. احنا معاك. طب احنا نمشي خطوه خطوه. فهنمشي خطوه خطوه. فانا جايب لك واحد حبيبك دلوقتي. اتفضل. حبيبك حبيبي قوي، استاذنا الرياضي الكبير الاستاذ اسامه السويسي. حبيبي طبعا، من ارض المونديال الحقيقه، متواجد هناك وهيقول لنا على كل ما يحدث في قطر الان مع بعثة النادي الأهلي وممثل أفريقيا طبعا النادي الأهلي عبر سكايب. يلا يا جماعة لو جاهزين يلا بينا علشان برضو نعرف إيه اللي بيحصل. عايزين دايما نحط حضراتكم يا كابتن عادل، يعني عايزين نحط الناس دايما يا كابتن هاني معانا في كل الأمور. يا أستاذ أسامة زي حضرتك. كابتن اسلام ازيك، وكل سنه وانت طيب، منور الدنيا كلها. ربنا يخليك. تحياتي ليك وللمونديالي صديقي العزيز كابتن عادل. انت وحشني. انت كمان والله. انت وحشني كتير والله. انت اكتر، انت اكتر يا كابتن عادل، ربنا يديم المعروف. وتحياتي للهداف القناص المخلص الشيك الانيق كابتن هاني العجيز. منورين زي حضرتك. الله يحفظك كابتن. يعني يا استاذ اسامه الحقيقه وجود النادي الاهلي في كاس العالم للانديه اعتقد فخر كبير لكل المصريين ولكل العرب ولكل الافارقه. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. نقول تاني وتالت ورابع المونديال. نعم. فرحان بمشاركه النادي الاهلي. المونديال نفسه هو اللي فرحان بمشاركه النادي الاهلي وبعوده النادي الاهلي المره السادسه. شوف الارقام الجميله دي، الاهلي بيشارك في المونديال للمره السادسه، ورقم 6 غالي علينا جدا. طبعا طبعا. الاهلي طلع من مطار حمد الدولي الساعه 9 بتوقيت الدوحه، يعني التاسعه بتوقيت المونديال، اللي هي كانت التاسعه بتوقيت الاهلي بالقذيفه محمد مجدي قفشه القاضيه ممكن اللي وصلتنا علشان نمثل القاره ونشرفها في المونديال. عايز اقول حاجه مهمه جدا كلنا شفناها، منظر غير طبيعي شفناه النهارده، ده بيؤكد على ان جمهورنا جمهور الاهلي على مر العصور هو الدرع والسيف. الكلمه اللي بتضايق البعض، بس ده بيتاكد والحمد لله في كل مناسبه. العالم كله شاف النهارده جمهورنا العظيم رغم الاجراءات الاحترازيه المتخذه بسبب فيروس كورونا كوفيد 19 والموجه الثانيه، لكن جمهورنا رسم احلى لوحه في الدوحه وقدم صورة مشرفة للكيان. استقبال أسطوري بيخلي اللعيبة تحس إن هي في ملعبها في مصر بالظبط، وده هيكون موجود في الملعب علشان الناس تطمن كمان. وبالمناسبة دي بشكر أصدقائي في رابطة جماهير النادي الأهلي في قطر واللجنة المنظمة واللجنة الصحية واللجنة الأمنية اللي قدموا كل المساعدات علشان الناس تشوف الصورة الحلوة دي. الأهلي ما كانش في استقباله بس المجموعة دي في المطار، ولكن كان فيه 5 نقط تانية على الطريق.
بالاضافه الى ايوه يا استاذ اسامه والنبي عيشنا في الجو وقول لنا ايه اللي بيحصل، عايزين نبقى كاننا قاعدين معاك وقاعدين جنبك في المكتب الحلو ده، كاننا قاعدين معاك وكاننا قاعدين في قطر بقى كده بنشوف الدنيا ماشيه ازاي والحياه ماشيه ازاي. ده بالمناسبه الاستديو بتاعي في البيت عندي وطبعا كله زي ما انتم شايفين كده، اهلي احمر في احمر يعني الحمد طبعا لله. عيشنا بقى في الجو وقول لنا اخبار الجو عندك ايه والدنيا عندك عامله ازاي، الجو حر الجو كويس ايه الموضوع ماشي ازاي؟ اولا الجو هنا خريفي يعني الجو هنا مش برد الحمد لله، درجات الحراره في الظهر ما بتزيدش عن حاجه و20، بالليل ما بتزيدش عن 18 19، الجو الحمد لله جو جميل، جو كوره ان شاء الله كمان في الملعب الناس هتستمتع، النادي الاهلي هو اول فريق مصري هيبدا يلعب على ملاعب مونديال 2022 ان شاء الله، وكمان ملاعب التدريب اللي هيتمرن عليها النادي الاهلي من بكره على ملاعب الجامعه جامعه قطر، دي ملاعب مخصصه لتدريبات منتخبات كاس العالم 2022. الجميل كمان ان زي ما بقول لك انا يمكن بعت كمان لفريق الاعداد بعض الفيديوهات بتاعتنا بتاعت الجمهور بتاعنا اللي موجود هنا من النقط اللي كانت على الطريق، يعني الفريق مش الاستقبال الحافل بس اللي كان في المطار، لا ده كمان ثلاث نقط بالاضافه للنقطه الكبيره اللي كانت عند الفندق الحمد لله بسم الله ما شاء الله الفريق وصل وشاف الكلام ده، اللعيبه حست بنوع من الحميميه والدفء الكبير، ان شاء الله باذن الله هنشوف حاجات كمان في البطوله غير طبيعيه وغير تقليديه، واهم حاجه بالنسبه لي تحديدا ان احنا هنشوف الفار، هنشوف تقنيه فيديو الحكم المساعد. هل من الممكن ان احنا نشوف العداله التحكيميه في المونديال بشكل او باخر؟ لان احنا الحقيقه مفتقدين لهذه العداله التحكيميه خلال التسع مباريات الاولى اللي لعبهم النادي الاهلي في الدوري العام المصري. كابتن اسلام انت ما استغربتش لما قلت لك هنشوف تقنيه الفار؟ ايوه فهمنا. لا استغربت طبعا. انا في انتهى. طبعا انت لعيب يا مونديالي طبعا. بس طبعا انا قصدي الفار الحقيقي. تقنيه فيديو الحكم المساعد الحقيقيه اللي هي بمعنى ان انت هتشوف زوايا تصوير غير طبيعيه، هتشوف لقطات حصريه حتى مش موجوده في بعض الدوريات الاوروبيه الكبيره. والاهم بقى من كل ده ان هيبقى على تقنيه الفار حكام متخصصين في الفار بيحققوا العداله كما ينبغي، لكن الفار اللي عندنا في مصر ده فار دخل المصياده من بدري. ايوه. طيب ايه تاني موجود في ما شفناهوش؟ يعني احنا عايزين حضرتك تعيش الناس ايه اللي حصل؟ يعني من اول ما البعثه جت ايه اللي حصل؟ كيفيه الاستقبال، فندق الاقامه، دلوقتي احنا عارفين ان هم كل واحد معزول في اوضته لحين ظهور نتيجه المسحه الطبيه في خلال 12 ساعه اعتقد او 14 ساعه هتظهر النتيجه، الاكل هيوصل للاعبين حتى غرفهم اللي متواجدين فيها، كل واحد قاعد لوحده، الدور الخامس والسادس في فندق الاقامه مخصص للنادي الاهلي، ده الكلام اللي احنا عارفينه، الكلام اللي حضرتك بقى تقدر تقوله لنا ايه؟ عايز اقول لك ان مبدئيا الشكل اللي انتم شفتوه الجماهيري ده نتيجه جهد شهور طويله من رابطه المشجعين في التواصل مع اللجنه المنظمه. بنحييهم جدا جدا جدا. ولازم كمان نشكر اللجنه المنظمه بصراحه لان الكلام ده ما اتعملش مع اي حد. عمل مخصوص علشان النادي الاهلي، وزي ما قال الكابتن عادل من شويه النادي الاهلي فاليو كبير، النادي الاهلي قيمه كبيره، قيمه تسويقيه وقيمه جماهيريه بيضيف لاي بطوله بيشارك فيها. فالحمد لله الشكل النهارده كان اكثر من رائع، الفندق اللي مقيم فيه النادي الاهلي هو فندق دوستن في قلب الدوحه ويبعد قليلا عن ملاعب التدريب بالاضافه الى الملاعب اللي هيلعب عليها النادي الفندق الأهلي. بعيد عنك قد ايه يا استاذ اسامه؟ عن البيت عندي؟ خمس دقايق؟ عندي ثلاث دقايق. ثلاث دقايق بس ما اقدرش اروح على فكره عشان بس طبعا لا انا عارف ان ما تقدرش تروح انا فاهم طب هل في تجمع من المصريين او تجمع من الجمهور حوالين الفندق ولا الناس متخذه كل الاجراءات الاحترازيه تماما لا يعني؟ لا 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 تم اتخاذ كل الاجراءات الاحترازيه والناس اللي كانت موجوده في استقبال الفريق عند الفندق كانت موجوده على مسافه بعيده من خلال تباعد اجتماعي كمان يعني بين كل مشجع للثاني 3 متر والناس كلها بسم الله ما شاء الله شجعت الفريق بشكل
غير طبيعي. الناس بتسال، بعض الناس بتسال بتقول هل ابو تريكه، هل وائل جمعه هيقابلوا الفريق ولا لا، وخصوصا ان في اسماء. طب واحنا كمان بنسال، هل هناك اي من اللاعبين القدامى اللي متواجدين او النجوم الكبار اللي متواجدين هناك ممكن يروحوا للفريق ويقابلوه؟ بص، علشان في شروط معينه، علشان اي حد يدخل للفريق لازم يعمل اجراءات الفقاعه، بمعنى انه هيدخل يبقى هيقيم مع الفريق جوه الفندق وهيلتزم بنفس الاجراءات المطبقه على الفريق، فبالتالي الوضع صعب. يعني كان المفروض ان مثلا لو اي حد عايز يدخل من الناس دي بتصريح خاص وباجراءات معينه كان المفروض يبقى بقاله يومين جوه الفندق علشان يتاح لي. فالمساله بالنسبه لنا يعني تكاد تكون هتبقى صعبه يعني. لكن من الممكن، من الممكن ان شاء الله يبقى في خلال المباراه يوم الخميس الجاي قدام نادي الدحيل يبقى في تواجد لبعض العناصر وبعض النجوم الكبار من الاهلي هيكونوا حريصين طبعا. دي معلومه يعني ولا ده تخيل او توقع؟ لا لا لا، دي معلومه، ومتكلم مع وائل تحديدا ان وائل حريص جدا انه يكون موجود طبعا في الاستاد ان شاء الله علشان يدعم زمايله ويدعم ناديه علشان يكون موجود في الصوره باذن الله. واعتقد ان الكلام بينطبق ايضا على محمد ابو تريكه وكمان الكابتن طارق خليل، ما ننساش ان الكابتن طارق خليل نجم النادي الاهلي موجود هنا في الدوحه وبيشتغل في نادي الدحيل مدرب للفئات السنيه بقاله فتره طويله، ومن الشخصيات الجميله الاهلاويه اللي كلنا بنحبها وبنعتز بيها. استاذ اسامه، الدحيل الدحيل زي مين عندنا هنا كده في مصر؟ والله الدحيل فريق كبير، الدحيل فريق كبير ما يقلش عن الاهلي والزمالك طبعا. فعلا مفيش كلام، مفيش كلام. الدحيل علشان بس الناس تبقى الناس تبقى في الصوره، الدحيل واحد من اقوى فرق القاره الاسيويه، ولولا سوء الحظ كان كمل في دوري ابطال اسيا في النسخ اللي فاتت دي، والدحيل عنده فرقه قوية طبعا، والاهلي بيحترم كل الانديه طبعا. دي الميزه، دي الميزه الكبيره، والحمد لله ان احنا عندنا جهاز فني بيتعامل مع الموضوع خطوه خطوه. مفيش حد بيفكر في المباراه نصف النهائي، كل الناس بتفكر على مباراه الدحيل. الحمد لله انا واثق تماما ان النادي الاهلي هيواجه الدحيل بكومباكت وحده، فريقنا منظم، خطوطه مترابطه. صحيح الدحيل عنده خط هجوم شرس جدا، وزي ما قال الكابتن عادل وعايز اكد على الكلام بتاعه، اذا كان بقاله فتره بيلعب 4-4-2، لكن في مباراة الأهلي تحديدا متوقع اهو ومن قبلها باسبوع هيغيروا طريقة اللعب وهيلعبوا 4-3. هو كابتن عادل عايز يسألك في النقطة دي، اتفضل يا كابتن عادل. يعني يا بص يا حبيبي، انت وحشني اولا وبستمتع بيك دايما. الله يكرمك يا كابتن. عايز اقول لك انه يمكن انا لعبت الصبري مباراة او اتنين، بتهيألي مباريتين وديتين وانا ماسك في السعوديه، يعني رحت معسكرات قطر وشفته. هو دايما طريقه لعبه لعب طولي زي ما اتكلمنا، وانا يمكن كنت لسه هكمل مع اسلام اقول له انه غير اتنين لعيبه بالذات جابهم في يناير علشان النادي الاهلي، عشان النادي الاهلي كنادي الاهلي عشان البطوله بتاعت كاس العالم للانديه. ايوه، نقول للناس عليهم. هو احنا لسه كنا هنبتدي في التحليل الفني، فحضرتك معانا برضو استاذ اسامه. هو علي كريم اولونج برضو الفرود، يعني يمكن لسه دولهم جايين في يناير، يمكن جايب كريمي من قطر القطري، ويمكن كان بيلعب في دينامو زغرب وبعدين راح الاستقرار وبعدين رجع تاني على فهو طريقه لعبه طريقه طوليه وهنتكلم فيها بالتفصيل. بس السؤال هنا عايز اقوله لك، يعني اخر بطوله للدحيل من السنه اللي فاتت، هو كان يعني كان عدى بمراحل سيئه شويه في الاداء في الاول وبعدين عدل وخد البطوله في الاخر، الكلام ده صحيح؟ بالنسبه لبطوله الدوري السنه اللي فاتت، وحتى بطوله الدوري السنه دي البدايه بتاعته كانت صعبه جدا. وخسر مباريات كتير، منها خسر قدام السد رايح جاي، وخسر من السليه، وخسر من الوكره، ولكن مؤخرا وبعد ما صبر اللموشي دخل الاجواء خلاص واستقر على التشكيله المناسبه، الفريق اتغير جدا وحقق انتصارات قويه وكبيره جدا، اخرها كانت 6-0 على النادي الاهلي في كاس الامير وصعد من دور ربع النهائي، وماشي دلوقتي الثاني في الدوري. وزي ما قلت لك هو بيمتلك خط هجوم ناري، بيعتمد اعتماد اساسي على المثلث الهجومي اللي ادمنسون من اليمين، دودو من الشمال، والونجا
المهاجم الكيني اللي لسه جاي من الدوري الياباني من كاشيوا أيوة. وكان هداف الدوري الياباني بالاضافه ان الاحتياطي بتاعهم الاحتياطي بتاعه المعز علي واحد من اخطر المهاجمين في الوطن العربي. اعتقد انه من دلوقتي هقولها لك ورا الثلاثه دول هيلعب ثلاثه ارتكاز الثلاثه أيوة. الارتكاز اللي هم علي كريمي ولويس مارتن جونيور بالاضافه الى كريم بوضياف او احد اللاعبين الصاعدين ورباعي خط الظهر اللي لسه في كلام كتير يعني رباعي خط الظهر في كلام ان المهدي بن عطيه يلعب ولا لا او بسام الراوي جوار احمد ياسر اللي ضامن مكانه بشكل اساسي وسلطان البريك بالبريك في الناحيه الشمال وعلي مرالله في الناحيه اليمين والحارس الاساسي صلاح زكريا واسماعيل محمد ممكن كمان يبقى ليه دور كبير في حته ال اسماعيل محمد صبر اللاموشي تحديدا رغم ان اسماعيل محمد كل الناس عارفه انه بيلعب جناح يمين ولكن صبر اللاموشي بيوظفه احيانا كظهير ايمن نفس الكلام في الناحيه الشمال بالنسبه لعلي عفيف شقيق الاكبر لاكرم عفيف بيلعبوا احيانا بيلعبوا بس احيانا بس هو خلي بالك يا اسامه برضه هيشتغل بمهدي بن عطيه وبسام الراوي واحمد ياسر ما تعرفش مين الاثنين اللي هيلعبوا يعني في التحليل هنتكلم ليه علشان قدرات لعيب النادي الاهلي الاماميه كمان هو مبدئيا ايوه تحديدا لعيب هيبقى وجود مهدي بن عطيه بس كابتن هاني يا استاذ اسامه كابتن هاني عايز يقول حاجه بس اتفضل يا كابتن اعتقد ان متفق مع اعتقد ان وجود مهدي بن عطيه في 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 مباراه النادي الاهلي انا متاكد ان هو 90% او 99% هيكون موجود لان مهدي بن عطيه طبعا خبره كبيره جدا واعتقد ان الماتشات دي بتبقى يعني متفق معاك ماتشات بالظبط فاعتقد ان هو هيبقى موجود يعني متفق معاك تمام في نقطه في نقطه مهمه اتفضل يا استاذ اسامه اتفضل بالنسبه للمهدي عطيه عنده مشكله في مساله السرعات وهم عارفين ان ثلاثي او رباعي خط هجوم النادي الاهلي بيمتاز بالسرعات ويمكن دي ظهرت في بعض مباريات الدوري المباريات الدوري القطري لما الدحيل بيتعرض لسرعات قدام الفرق اللي عندها قدرات زي كهربا وزي طاهر وزي شريف وزي بواليا وزي محمد مجدي قفشه بيعاني الدحيل منها بشكل وحسين الشحات علشان ايوه حسين الشحات طبعا علشان كده اعتقد انه هيكون الاولويه لاحمد ياسر وبسام الراوي الاثنين الشباب الصاعدين اللي عندهم سرعات اقوى بكتير. اخيرا يا استاذ اسامه عايز اخدك بقى للناحيه الاعلاميه كيفيه تغطيه الاعلام لوجود النادي الاهلي او لوصول النادي الاهلي لسادس مره في تاريخه وفي تاريخ مونديال الانديه في كاس العالم ووصوله بقى تحديدا الى مطار حماد الدولي. مش عايز اقول لك يعني بسم الله ما شاء الله النهارده ثلاث ساعات لايف قناه الدوري والكاس قناه الكاس اللي انا بشتغل فيها وبشرف بالانتباه ليها ثلاث ساعات لايف متابعه وصول النادي الاهلي لحظه بلحظه من قبل الوصول بساعتين مع الجماهير ومع رؤساء الجماهير وكانوا مستضيفين الزميل محمد الجزار في الاستديو بالاضافه الى الكابتن محمد عبد العظيم عظيمه من كولون ده الاعلام ده الاعلام المرئي الاعلام بقى المقروء الاعلام المواقع الاعلام المقروء الاعلام المقروء الصحف القطريه مش اقل من ملحق رياضي يومي هيكون بدا من دلوقتي استعدادا للبطوله الناس بتتعامل مع النادي الاهلي بشكل مختلف تماما حتى مع بايرن ميونخ اللي هو بطل اوروبا وبطل العالم النادي الاهلي ليه مكانه خاصه جدا عند الاعلام هنا واهتمام وفوكس عليه بشكل غير طبيعي حتى قناه البي ان سبورت النهارده تابعت الاستقبال بشكل مختلف وبشكل غير طبيعي كان عندي بس ملاحظه على تصريح قاله احمد ياسر المحمدي شقيق طيب برضو انا عايز اقول لحضرتك واحنا بنتكلم اهو بايرن ميونخ بيعلن اصابه اثنين من لاعبيه بفيروس كورونا كوفيد 19 ووصول ايضا فريق اولسن الكوري الجنوبي الى الدوحه ايضا في لاستكمال بقيه المشاركات في كاس العالم للانديه. يعني يا استاذ اسامه يعني شرفتني ونورتني وسعيد جدا جدا بتواجدك معايا ودايما مشرفنا ومنورنا والمصريين الجدعان الجمال دايما في قطر موجودين وفي كل دول العالم بشكرك جدا يا استاذ اسامه ناقدنا الرياضي الكبير على تواجده معانا والحقيقه كاننا قاعدين هناك وكاننا قاعدين وبيقول لنا على كل شيء الاستاذ اسامه السويسي. الفيديو جاهز اولسن وصول اولسن. طيب خلينا نروح نشوف
فيديو لوصول فريق أولسن الكوري الجنوبي. وبعد هذا الفيديو فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل بقى مع كابتن عادل الكلمتين اللي نفسه يقولهم بقى لنا كتير قوي عمالين نقول وهاني نفس الكلام، ولكن خلينا نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل او نشوف الفيديو الاول بتاع وصول فريق أولسن، بعد كده فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل مع بعض. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الحقيقه هنكمل كلامنا مع كابتن عادل وكابتن هاني، وعندنا لسه حاجات كتيره جدا هنقولها لحضراتكم. احنا لسه مستمرين مع حضراتكم لغايه الساعه 12، لسه الكابتن عادل عنده كلام فني كثير جدا عن فريق الدحيل، وكابتن هاني ايضا عنده كلام كتير مهم عن فريق الدحيل القطري. عاملين جرعه احنا عشان نعرف حضراتكم ايه اللي بيحصل في كاس العالم للانديه، وصول النادي الاهلي وبعثه النادي الاهلي. ولكن الحقيقه أنا لفت نظري حاجة مهمة جدا يا كابتن هاني وكابتن عادل، واحنا بنتكلم كده أنا عايز بس أوري لحضراتكم الفيديوهين. فيديو وصول النادي الأهلي إلى استاد أو إلى قطر، ونفس الوقت ده تصديقا على الكلام اللي كنت حضرتك بتقوله في الأول. بص يا كابتن، زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشة، ده وصول فريق النادي الأهلي وجمهور المصري الأهلاوي متواجد في أرض المطار، وده وصول فريق أولسن الكوري الجنوبي، مفيش واحد متواجد، ده تصديقا على الكلام. وعلشان كده يا كابتن إسلام، أسامة السويسي قال كلمة مهمة قوي، قال لك المونديال فرحان بالنادي الأهلي. ايوه، هو مش بيقولها علشان تمنحها في النادي الأهلي بس، لأنه أنت عارف لما تبقى كأس العالم للأندية في الدولة العربية أنت لازم تعرف إن النادي الأهلي الدولة تتمنى ان هي يكون طرف في المونديال علشان الجمهور وعلشان الضجة الإعلامية. لو في اليابان ممكن اقدر اقول لك اقل شوية. ممكن اقول لك حاجة، انا لو كان عندي هذه الفيديوهات كنت جبتها لحضرتك، واحنا اول لما وصلنا اليابان في 2005 2005 يعني هتلاقي نفس المنظر ده، هتلاقي نفس المنظر. يعني مش نفس المنظر كده ولكن قريب من المنظر ده، لان ناس مستنيانا في المطار مصريين متواجدين. احنا 88 لما رحنا اليابان نلعب المباراة بتاعة الأفرو أسيوية مع يومي يوري الياباني، قابلنا أكتر من يجي 400-500 واحد من الجالية المصرية. لا أنا بس أنا عايز حضرتك تتفرج كده وإحنا بنتكلم، نشوف الفارق ما بين برضو علشان تصديقا لكلام حضراتكم الكابتن عادل والكابتن هاني. كابتن عادل قال لنا في الأول إن يعني وجود النادي الأهلي، والأستاذ أسامة برضو لما اتكلم قال إن النادي الأهلي والمونديال فرحان بالنادي الأهلي. هو ده الفرق، أو ده الفرق. شوفوا الفيديو ده وشوفوا فيديو وصول فريق أولسن الكوري الجنوبي، وهنشوف فيديوهات كل الفرق اللي هتوصل، هنجيب لحضراتكم فيديوهات الوصول أولا بأول. وإحنا كده بنتفرج على هذا الجمهور الرائع اللي دايما متواجد مع النادي الأهلي في كل حتة، في كل حتة، في اليابان هتلاقي، في قطر هتلاقي، في السعودية هتلاقي، في أفريقيا هتلاقي، في أفريقيا هتلاقي، في كل حتة هتلاقي الحقيقة هذا الجمهور الرائع الحقيقة اللي عامل دايما حالة رقم 12 او الحالة زي ما انت بتقولها هاني. برافو عليك، حالة جميلة جدا جدا. انا دايما بيقولوا عليه رقم 12، انا من وجهة نظري رقم واحد، هو اللاعب رقم واحد طبعا.
علشان هو اللي بي اللي يعني الناس بس هي مش شايفه دلوقتي عشان اللعب من غير جمهور، لا كانوا يشوفوا. احنا احيانا يا كابتن اسلام كان بيتفرج علينا 100,000 متفرج في استاد القاهره وفي مباراه دوري، وليس في يمكن الارقام بتاعه الجمهور انتوا ممكن تكونوا لعبتوا بس في الارقام اقل مننا كان الاول، رغم الملعب الاستاد لما اتعمل له الكرسي والعدد بتاع الكراسي غير لما كان معمول الاول. معمول الاول احنا وصلنا ان احنا نلعب ماتشات في الدوري 120,000 متفرج وفي ناس على العمود بتاع الكهرباء يعني، والناس تشوفها يعني. النادي الاهلي كبير في كل حاجه اكيد يعني. طبعا يعني كابتن هاني، واحنا بنتفرج على هذه الفيديوهات الحقيقه في 2008 برضو كانت البطوله في اليابان. في اليابان اعتقد ان انتوا برضو كان في جمهور مستنيكم. كان في جمهور فعلا، كان في جمهور بس ما كانش طبعا بالعدد. طبعا مش بالاعداد دي. بالظبط. لكن برضو وجود الجمهور حتى لو 2-3 كابتن اسلام، ده بيديك دافع ان انت زي ما قلت قبل كده ان انت مش رايح ان انت تحتفل، لا انت رايح تعمل نتيجه كويسه وتعمل مركز كويس، لان النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي دايما طماع. يعني كلمه طماع دي مش حاجه وحشه، لكن في الكوره كلنا عارفين ان كلمه طماع دي ان انت دايما عاوز تاخد بطوله، خدت افريقيا، تلعب كاس عالم انديه، عايز تحقق مركز، تبدا السيزون الجديد تلعب اول الدوري. زي ما احنا شايفين النادي الاهلي في اول الدوري والناس كلها بتطالب اللعيبه ان هي تاخد الدوري وان هي تركز على ان هي تحقق انتصارات في بدايه الموسم على امل ان انت تكون خلصت السيزون وانت فارق نقاط كالعاده. كما بنشوف النادي الاهلي كل سنه بيفنش الدوري بفرق كبير من النقاط بينه وبين المركز الثاني. زي ما قلت النادي الاهلي جماهيره دايما متعطشه ان هي عايزه بطولات، عايزه مكسب دايما. حتى انا شفت مستر فايرال في تصريح لي او تقريبا مدرب قبل كده كان موجود في النادي الاسارتي تقريبا، لما جه بيسالوه عن جماهير النادي الاهلي قال لهم انا اول مره في حياتي اشوف جماهير دايما عندها الكوره مكسب بس، ما بيقبلوش حتى بالتعادل، ما بيقبلوش بالهزيمه. فدي حاجه مش موجوده في العالم كله غير في النادي الاهلي، ودي فعلا دي حقيقه. انا حتى كابتن عادل كنت بتتكلم معاه، كابتن اسلام ومستر مانويل برضو، لما كابتن عادل كان بيعلق عليه بيقول ان النادي الاهلي دايما بيفكر في البطوله اللي قبلها، وازاي ان مستر مانويل كان بيخرج اللعيبه من الحاله دي، ان انت داخل على بطوله كبيره زي كاس العالم للانديه، ازاي ان انت بتستقبلها وازاي ان انت بتخرج من بطوله لبطوله. انا كنت عايز اعلق عليها كويس، ان انا افتكرت ان مستر مانويل يعني انا اتعلمت منه الحاجه دي، ان انت وكابتن اسلام اكيد عارف الكلام ده، بتخلص النهارده كاس مصر خلاص البطوله مفيش احتفالات، بتحتفل لمده خلاص ان انت مثلا نص ساعه او ساعه بعد الماتش، بعد كده بتبدا تاني يوم مفيش راحه، بتبدا تشتغل ازاي تشتغل على بطوله الدوري، ازاي كان عندك ماتش في افريقيا ازاي بتشتغل عليه. احنا قعدنا كابتن عادل والله العظيم بجد قعدنا حوالي شهر ونص او شهرين ما بين افريقيا ما بين اللعيبه الدوليه اللي كانت موجوده، كان ابو تريكه ومتعب وبركات، ما كانوش بيروحوا والله العظيم ما كانوا بيروحوا، كانوا بيخلصوا المنتخب بنروح افريقيا، بنخلص افريقيا بنخش على الدوري على معسكر على طول، لان طبعا كان ضيق الوقت في وقتها ان انت بتلعب كل 3 ايام ماتش او كل 4 ايام ماتش، مفيش نفس ان انت حتى تشوف اسرتك. فدي فعلا يعني البطولات والانجازات ما بيجيش من فراغ، لازم انت بتتعب، الناس لازم تعرف ان لعيب الكوره ده مش مجرد ان هو موظف، لا لعيب الكوره ده بيتعب، عشان كده ربنا بيكرمه. ولعيبه النادي الاهلي بالذات عليها حمل كبير جدا 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 في ان هي تفضل دايما في التوم فورم بتاعها، دايما عايز تكسب اي ماتش بتلعبه، اي ماتش بالنسبه لك بيبقى بطوله. فهو ده النادي الاهلي، النادي الاهلي لعيبه النادي الاهلي اللي موجوده دلوقتي في اليابان لازم تفتخر باللي هي فيها. كابتن اسلام يعني كاس العالم للانديه ده ما بيجيش كتير، ممكن الجيل ده ممكن في 2 أو 3 لعيبه تقريبا، رامي ربيعه ووليد سليمان تقريبا، وفي حد ثالث معاهم وسعد سمير تقريبا، هم بس الثلاثه دول اللي لعبوا كاس العالم للانديه قبل كده. فانا عايز اقول ان الحاله دي ما بتجيش كتير، يعني حته كاس العالم للانديه دي ما بتجيش كتير. ان شاء الله تيجي ال10 ان شاء الله باذن الله، نتمنى طبعا ان هي تيجي واللعيبه دي كلها تلعب تاني ان شاء الله كل سنه. بس انا عايز لما يلعبوا تاني يا كابتن عادل يبقى هم عاملين انجاز، يعني احنا طبعا نفسنا ان احنا نكسر الانجاز بتاع مركز الثالث في البطوله اللي قبل كده، اتمنى ان شاء الله. بس طبعا انت عارف برضه هتلعب بطوله نادي كبير، طبعا احنا مش عايزين نقلل من نادي، احنا نادي محترم ونادي كبير جدا،
تمام هتعدي ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا نعدي الدحيل هتخش على بايرن ميونخ لعبناهم قبل كده بالظبط يعني البطوله مش سهله البطوله مش سهله والناس زي ما قلت هفضل اكرر ان النادي الاهلي مش رايح ان هو رايح يحتفل النادي الاهلي رايح بطوله ورايح مركز وزي ما قلت بدا مستر موسيماني بدا من اول ما اللعيبه ركبت الطياره بدا ان هو يتفرجوا على فيديوهات لفريق الدحيل واتمنى ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي واللعيبه تكون عند ثقه الجماهير ليها وانا متاكد ان اللعيبه ان شاء الله هتعمل جيم كويس مع نادي الدحيل ان شاء الله ونفوز ان شاء الله ان شاء الله. طيب برضو انا بشكر حضراتكم الحقيقه على ردود الافعال اللي جايه لنا على السوشيال ميديا الحقيقه على الحلقه وعلى مكالمه مستر مانويل وعلى وجود الكابتن عادل والكابتن هاني واحمد ثابت وكريم سعيد الحقيقه كل انا سعيد جدا جدا بكميه الاشادات اللي موجوده يعني الحقيقه دايما زي ما بقول يا كابتن عادل دايما جمهور الاهلي الحقيقه دايما متواجد في كل حته حتى بيحب بيحب كل حاجه للنادي الاهلي طبعا يمكن الالعاب كمان الاخرى وبيشرفونا دايما والناس كمان الجمهور متابع ومتابع كويس قوي يعني انا يعني النادي الاهلي فخر برضه يا كابتن طبعا يعني طبعا. خلينا نتكلم انزع الانتماء بتاعنا للنادي الاهلي لكن تخيل انت لما تتواجد في كاس العالم ست مرات عارف ان انا فتحت الحلقه النهارده بالكلمه اللي انت قلتها انا اسف ان انا بقطعك يعني بكلمه فخر النادي الاهلي فخر لينا ما اصل الفخر ما بيجيش بالكلام بيجي بالارقام يعني انت لما تيجي تتكلم على انك بتنتمي النادي راح ست مرات كاس العالم للانديه معناها يعني البطولات الافريقيه اللي خدها ومعناها كمان انه النادي بيقارع الفرقه الكبيره في العالم كله دي واحد اتنين يحس بيها مين يحس بيها طب انا هقول لك حاجه وانت يمكن تعرف الشخص ده انا هكلمك عليه تعرف طبعا الاستاذ منصور البلوي طبعا الاتحاد طبعا رئيس نادي الاتحاد رئيس السعودي رئيس نادي الاتحاد الجد فتره من 2003 2004 لغايه 2006 انت عارف انتمائه هو مشجع لمين هو مشجع لنادي اخر غير هو مش اهلاوي مش اهلاوي يعني. بس احلف بالله الكلام ده صدق وممكن يعني تجيبه على التليفون لما مسكت الفريق الاول بنادي اتحاد جده قال لي كلمه واحده بس قال لي اتمنى منك تعلم لعيبتي روح النادي الاهلي رغم ان نادي اتحاد جده نادي كبير وعظيم طبعا طبعا وروح لعيبته عاليه قوي بس بيقول لك روح النادي الاهلي غير يعني من وجهه نظره الكفاح اللي دايما لعيبه النادي الاهلي او الكفاح اللي النادي الاهلي يمكن في حاجه الناس مش واخده بالها الاهداف بتاعه الدقائق الاخيره في كل المباريات مش من فراغ يا كابتن ده دي ثقافه على فكره وثقافه بالزبط. كبيره جدا مش بتيجي كده انت الثقافه وبتيجي ناحيه فنيه كمان حتى بتيجي مع المعارين كمان انت عارف احمد ياسر النهارده جايب جون في الدقيقه 90 برضه ضد الجونه هو بيلعب في سيراميكا كليوباترا معار من روح الاهلي ولكن علشان روحه العاليه ضربه جزاء كده لا لا بغض النظر ما الجون اللي قبله الماتش اللي قبله فعلا مثلا جاب جون في الدقيقه انت بتتكلم فعلا على الروح دي طب هقول لك حاجه احنا بندرب الناشئين بتوعنا من في الاجيال اللي فاتت دي كلها احنا مره خدنا كل البطولات وخدنا بس كان في بطوله عندنا جيل بحاله ما نسوهاش لمده سنتين يعني الجيل ده ما شالهاش الا لما عوض هي دي الروح وهي دي الجدعانه وهو ده القلب بتاع لعيبه النادي الاهلي وانك انت توصل لدرجه انك انت الناس تؤمن بيك ان انت لاخر لحظه حتى الخصم يخاف منك انك هتجيب هدف في الوقت اللي هو الوقت الصعب ايوه اللي ما فيهوش تعويض فهو عارف انك انت عندك الثقافه دي الثقافه دي معلش قطع حضرتك معلش واحنا بنتكلم كده عارفين حضراتكم يعني لو عايزين تتفرجوا على النادي الاهلي بقى لعيبه النادي الاهلي كانوا بيعملوا ايه ومين بيلعب ايه على الهواء مباشره طبعا دي طبعا لقطات وهم في الطياره علي معلول ومحمد هاني اللقطات دي لسه جايه علي معلول حالاً. تحس انه بقى مصري يعني زمايلنا الحقيقه في البعثه الاعلاميه عاملين شغل رائع جدا فطبعا هنوري لحضراتكم كل حاجه جايه وبيتفرج على فيلم طب ما قلتلناش ليه اسم الفيلم ده يا جماعه بيتفرج كده اكيد بيتفرج على فيلم رعب اكيد عشان ما بيضحكش فدي لقطات حصريه خاصه بينا لا وده كمان مدرب الحراس ده بقى يعني تحس انه اتولد في النادي الاهلي تحت تمثال التتشي يعني مظبوط بس عجبني يا كابتن اسلام بصراحه الستايل البدل بصراحه عجبني جدا كل حاجه حلوه الشكل العام عجبني وعمرو محب طبعا المترجم لموسيماني وكل اللاعبين هنجيب بقى لحضراتكم طول ما احنا شغالين الاستاذ جمال جبر رئيس المنظومه الاعلاميه كابتن اسامه حسني نجم النادي الاهلي السابق كابتن وليد سليمان المصاب اللي كان عليه كلام كتير جدا اول واحد كان في المطار النهارده كابتن سعد سمير احد كباتن النادي الاهلي اللقطات دي واحنا بنتكلم هتلاقوها دايما معانا علشان برضو نقول لحضراتكم ايه اللي كان بيحصل
ولاعبين في الطائرة اللي كانت متوجهة من القاهرة إلى أرض المونديال. مصطفى شوبير طبعا الحارس القادم الواعد في النادي الأهلي. صلاح محسن بيضحك على فيديو بقى تلاقي اللقطات دي، ولا ممكن برضو القضية ممكن الله كابتن كابتن اسلام اللقطات دي يعني تاريخ طبعا. يعني اللعبه دي لما تبطل طبعا فعلا هتجيب الحاجات دي من على اليوتيوب وتفضل تتفرج عليها وتقول ان انا في يوم من الايام كنت موجود في بطوله كبيره زي كاس العالم للانديه. ايوه فاي لعيب تقريبا يعني لازم بفخور ان هو موجود في الفتره دي. بواليا دلوقتي بواليا تلاقي الشناوي بيقول له كره لا يعني عاوز يخش في دماغه دلوقتي بيقول ايه انا كنت فين وبقيت فين بالظبط. خلي بالك من دي مهمة جدا طبعًا بيقول طبعًا انا فين وكنت فين والحاجات. وعلى أيوة فكره بدري بنون برضه لازم نصبر عليه قوي لانه لعيب كبير طبعا هداف كويس طبعًا. هي بس محتاجه انتوا لازم الجمهور يعرف حاجه مهمه قوي، النادي الاهلي تقيل قوي فلنته تقيله طبعا تقيله طبعًا جدا طبعًا. في اوقات عقبال ما تتاقلم معاها. معلش يا كابتن انا محتاج افهم يعني ايه فنله تقيله. ما هو اصل خلي بالك انا طبعا فاهم بس انا محتاج افهم اللي عايز يفهم يعني ايه فنله تقيله. يعني ايه هاني ان انا ابقى قاعد كده وكل ما حد يتكلم اصل فنله النادي الاهلي فنله تقيله؟ عايزين برضو فنيا نبتدي فنيا يعني مش وزن فنيا وكل حاجه. هقول لك بص احيانا انت لما بتلعب في نادي اخر غير النادي الاهلي حته المكسب والخساره عندك اللي هي ايه بتقول ممكن اكسب النهارده ممكن اخسر بكره. النادي الاهلي مش عنده وانت قلتها يا كابتن اسلام أيوه. في البدايه قلت ان وهاني العجيز اللي قال كمان قال ان هي وان واي مكسب بس الكره مكسب بس ورسارت قالها والناس قالوها دي واحد. اتنين الجمهور انت بتخلص المباراه التوابع بتاعه المباراه صح. يعني في انديه بتخلص المباراه نسيت المباراه لكن انت ممكن يعيش معاك المباراه. انا احلف بالله ان احنا مره خسرنا مباراه ما عرفناش ننزل من البيت 3 4 ايام يمكن لما بعد 4 5 ايام الناس تقابلك تكلمك. فدي فالناحيه بقى النفسيه بقى انك انت عايز تعمل كل حاجه. في لعيبه بتيجي بتتظلم من الـ من الـ من من الحته دي يعني بيجي عاوز يعمل كل حاجه فبتلاقيها بتيجي ضده شويه. فلافيو انت كنت عايش معاه كابتن اسلام طبعا فلافيو. طبعا قعد موسم بس المدرب كان مؤمن بما نرجوه ان هو لعيب كويس وفيرود كويس وان هو يعمل حاجه كويسه. ويليام محتاج بقى ثقه مستر موسيماني زي مستر مانو جوزيه بالظبط. انا شايف ان هو لعيب طبعا مش انا بقطع سوري انا بقطع لا اتفضل ان هو فعلا محتاج ماتشات الناس كلها ممكن مش عاجبها بوالي في اول ثلاث ماتشات مع النادي الاهلي لكن لازم الناس تفهم ان انت ما دام فرود وبتروح للجول كتير دي حاجه كويسه دي حاجه ايجابيه وحاجه ايجابيه محترمه ان انت عندك فرود بيوصل كتير ممكن يضيع وكل حاجه لكن مع الوقت هيجيب يعني. خلي بالك في اتكلموا على ان بواليا ما تاقلمش مع النادي. في واحد مدرب قال الكلام ده. انت عارف ان المدرب ده اصلا لما يجي يفكر في الكلمه اللي هو قالها ده مش شغل تدريب مش فكر تدريب. ليه؟ التاقلم مع الفرقه مش معناها انك تجيب جون هو حسبها انه جون. انت فاهم؟ يعني انت كلمه صدمه وحشه يا كابتن صدمه وحشه. لا بص كلمه انك انت ايه؟ لا بجد اصلا انا لا انا اعرف المدرب ده كويس انا اشتغلت مكانه انا مسكت مكانه في الشباب السعودي. ايوه وطبعا معلش يا كابتن احنا بنتكلم دي لقطات حصريه لشاشه قناه النادي الاهلي وبرنامج الاهلي في المونديال للحظات وصول بعثه النادي الاهلي الى ارض المونديال. زي ما حضراتكم شايفين او زي ما شفتوا من شويه كانت لقطات حصريه من داخل الطائره وكل البعثة المتواجدة مع النادي الأهلي. اتفضل يا كابتن عادل. وسمير عادل هو ربنا طبعا شفاء. طبعا بكلمك على اني يعني لما تيجي تتكلم على التأقلم وانت مدرب لما تيجي تتكلم عليه مش بمعنى هدف انت معناه انك انت ممكن تصنع اهداف كتيرة دي بيشوفها المدرب. اما الايه مدرب وايه جمهور؟ الجمهور عايز هدف. احنا بنقول ممكن الجمهور نعذره ان هو اللقطه الاخيره اللي بيشوفها عاوز هدف من الفرود. طالما انت بتلعب راس حرب يبقى انت تجيب هدف. وفي مدرب يشوفها انك انت بتصنع اهداف او انت بتساعدني بعمل حاجه تكتيكيه جوه الملعب. فافتكر انه 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 الناس برضو الفلنه التقل بتاع الفلنه من وجهه نظري ده يمكن نشوف اسلام هاني ممكن يقولها. هي حصلت معايا اتفضل لما جيت من بلديه المحله كانت اول مباراه ليا مع بتروجيت
كسبنا النادي الاهلي ضد بتروجيت. كانت بتروجيت اول مباراه ليا مع النادي الاهلي، كنت قاعد احتياطي، مستر مانويل نزلني اخر ربع ساعه وجبت جولين. فعايز اقول بعد كده يعني برضو يعني كنت كويس كل حاجه، بس ما يعني ايه ما كنتش بلعب كتير طبعا. طبعا كان في نجوم كبيره جدا زي فلافيو، عماد متعب، احمد بلال، فاللعيبه دي طبعا ليها رصيد كبير جدا عند النادي الاهلي. وحته الصبر ان انت تصبر، ان انت لما يجي لك الفرصه في ناس ممكن تيجي وما تلعبش. يعني محمد شريف كان ماشي كويس بعد كده قعد، الراجل بيشتغل لما بينزل في اي مباراه تاني بيأدي بشكل كويس. مروان محسن نفس الكلام. انا عايز اقول النادي الاهلي دايما عايز اللعيب اللي هو فايتنج، اللي هو عايز يشتغل عجول كتير، عايز اللعيب اللي هو مقاتل. فدي طبعا انا شايف ان بواليا شغال بشكل كويس، مش عيب ان انت بتضيع، لا انا شايف ان انت بتعمل. ممكن يكون المدير الفني طالب منك نواحي معينه او حالات معينه، محتاج اعداد نفسي اكتر من فني. اكتر من فني. فانا يعني اعتقد ان هو صفقه كبيره جدا، وصفقه النادي الاهلي. والنادي الاهلي عايز اقول برضو حاجه، كابتن النادي الاهلي مش بيتعامل مع اللعيب بالقطعه، او مش بيتعامل زي ما بيتعامل مع المدير الفني بالسيزون او بالبطوله مثلا. نفس الكلام للاعب، النادي الاهلي مش جايبك عشان انت تلعب ماتش او اثنين او ثلاثه عشان كده تقيله الفريق على الناس. بالظبط. طبعا ضغط العصبي طبعا، والضغط النفسي والضغط الجماهيري اللي انت اتكلمت فيه ده مهم جدا يا كابتن عادل. احنا عندنا سنتين احنا كنا بناخد بطولات مع النادي الاهلي، سنتين قعدتهم في النادي الاهلي كنت باخد بطولات، وبرده ما كنتش بخرج من البيت. يعني والله العظيم يا كابتن اسلام، مش حته ان انا خوف، لا جماهير النادي الاهلي في كل حته. جماهير النادي بتروح مطعم تشتري حاجه، وغير اللي مستنيك وغير اللي مستنيك، يعني غير اللي مستنيك هيقابلك ازاي الا خارج الملعب. بمعنى ايه؟ معلش يا كابتن عادل، واحنا بنتكلم كده حصل ايه؟ خلي بقى انا اقلبها ذكريات شويه لغايه لما نتكلم شويه عن عن التحليل الفني. مباراه الصفاقسي، انا دايما بقول المثل وانا لسه كنت قاعد بتكلم مع حضرتك فيه من شويه. مباراه الصفاقسي احنا كسبنا، النادي الاهلي كسب الصفاقسي في الدقيقه الاخيره وكنا ابو تريكه 1-0. في فرحه اكتر من كده؟ عظيم. طيب قعد معانا كابتن خطيب، كابتن حسن حمدي الاول رئيس النادي، كابتن خطيب نائب رئيس النادي، مستر مانويل جوزيه. احنا بقى فاكرينهم مجمعيننا بعد الماتش على طول، يعني بعد الماتش يا دوبك رجعنا اتعشينا وخلصنا عشاء وطالعين بقى نتبسط. فالمفروض بقى ايه جايبينك علشان مكافئات. طب مكافئات بقى وشغل كرموك او يكرموك. قال لك يا جماعه المكافئات موجوده في اللائحه، هنعمل لكم حاجه ازيد شويه عشان ده كان ماتش مهم جدا وحاجه كويسه جدا. وعندنا ماتش مع حرس الحدود كمان 4 ايام. طبعا همت طبعا كلكم همت، كلنا بصينا كده. لا مش همتنا، عارف فكرنا قلنا ايه ده؟ هو احنا خلي بالك ده كان 2005 الكلام ده. يعني ما كانتش او 2006، يعني ما كانتش لسه الدنيا ايه عشان تعرف انه تاريخ. وحصل معايا كابتن عادل مكرم، حصل معانا برضو. انا بقول لك هو هي النادي الاهلي طريقه حضرتك. طب الدوري ماتش 4-3 الفاصل ما بيننا وما بين الاسماعيلي، خدنا بطوله الدوري، ماراثون كبير، دوري كبير، نادي الاسماعيلي كانت فرقه كبيره جدا في الوقت ده، صرعتنا على نهائي الدوري، لعبنا ماتش فاصل في اسكندريه كسبنا 4-3. اوكي انا فاكر ماتش دخلنا كابتن محمد رمضان اللبس. دخلنا اوضه اللبس. زي ما انت بتتكلم كده المفروض اللي يحصل، احنا داخلين مبسوطين. كان رحمه الله عليه فاروق الفيشاوي اهلاوي جدا، فجالنا انا فاكر عاوز يحتفل معانا كابتن طارق سليم الله يرحمه، شد الله يرحمه، خرجه بره وقال ما فيش احتفال وخصم. بص في الرخص نص مكافاه الدوري. ليه؟ عشان جه فينا 3 جوان. سلام. يعني بص سيبك بقى من الدوري، احنا خدنا الدوري طبعا. احنا خدنا الدوري، يعني احنا طلعنا زي كده اسلام فرحانين وبنتكلم ايه ده احنا خلاص بقى خدنا الدوري. لقينا خصومات من 80% من الفرقه اللي كانت جوه الملعب، خصم نص مكافاه الدوري، والحاجه الثانيه انذار شديد اللهجه
انك انت ممكن ما تتواجدش في النادي تاني. سنه كام يا كابتن؟ ده حاجه 90. ده 94. 94 نفس السياسه. وانا بتكلم 2006 2005 2006 93. انا 93. انا 2008. وحضرتك بتتكلم 2008. يعني احنا بنتكلم على سياسه واحده. وعلى فكره احنا مش متفقين ان احنا نقول الكلام ده خالص. يعني احنا كل واحد لا ودي حقائق ودي حقائق وموجوده عندك ومثبته عندك. واحنا خدنا بطوله برضو السنه اللي بعديها، خدنا اربع بطولات. بص اربع بطولات ونهينا الدوري قبلها بثلاث اسابيع وباللاعب فرقه جمهوريه شبين وتعادلوا معانا 2-2 واخدين اربع بطولات دوري وكاس وكاس عرب البطوله العربيه وكاس افريقيا اللي هم 93 94. قال لك شمس الاهلي غابت الجمهور والله قالوا شمس الاهلي غابت. احنا تعادلنا في ماتش احنا مخلصين الدوري فيعني وكان في جمهوريه شبين لعبنا ماتش مش كويس الصراحه وتعادلنا 2-2 اتقال كده. ما هو ده النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي. فانت هتفضل طول عمرك كده تكسب بطولات وعايز تاني، تكسب بطولات وعايز تاني. علشان تروح كاس العالم للانديه لازم تكسب بطولات، عشان تروح كاس العالم للانديه لازم تحافظ ولازم تعلم الاجيال بعد اجيال ازاي انت تخرج من مكسب لمكسب لمكسب لمكسب. دي مهمه جدا لانه احنا عارفين ان اللعيبه المصريه لما بيكسبوا 2-0 في المباراه ما بيحبوش يكسبوا 5، ما بيحبوش يكسبوا 6. دي ثقافه فينا بس مش موجوده في النادي الاهلي. ما انا بقول لك دي ثقافه في الشخصيه المصريه اللي هو انت طول الوقت بتفكر خلاص انت عملت حتى كمان اي فرقه بتعمل شوط اولاني قوي جدا تكسب 3-4 ينزل الشوط الثاني ما يزيدش عن 5 الا نادرا وبتحصل مع النادي الاهلي. فانت عاوز بتخرج اللعيبه بتاعت النادي الاهلي بتعلمهم الثقافه دي. لما بيجي لك واحد ما عندوش الثقافه دي بيتلفز وبيخرج بره لان هو تروس. لو ما ركبش الترس في الترس زي ما احنا بنقول هتبص تلاقيه ينفر ويخرج بره. فاللي بيحمي هنا النادي الاهلي ايه؟ اللي بيحميه القيم ومبادئه وحاجه تانية ولوايحه واحترافه بس. ما فيش اكتر من كده. انا نفسي بس انت تقول شويه الكلمتين الحاجات الفنيه دي اللي احنا عايزين نتكلم بس الناس عماله تبعت لي تقول لي كملوا الكلام في الذكريات والحاجات دي. لكن هنطلع فاصل يا كابتن عادل يا كابتن هاني وهنرجع نتكلم مره ثانيه عن الحاجات الفنيه. مش هفتح بقي لانه ماتش فني قوي. الناس فاكره طبعا انه ماتش ضعيف. لا ماتش الدهين ماتش مش ضعيف للغايه، ماتش قوي جدا 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 وهم استعدوا له استعداد غير عادي. وانت هنا كنت بتتظلم في الفار وبتتظلم في الحاجات دي وعندك بس مشاكل في الدوري. هتقدر تفصل ما بين اللي بيحصل في الدوري المصري وما بين ان انت راح تلعب بطوله كبيره. انا فاهم ولكن لا اوحش حاجه انا ما بتعجبنيش طبعًا. انا ما بتعجبنيش انك لما تكون صوره واضحه وما تقولهاش. ما هو حاجه من الحاجتين. يمكن اسامه اتكلم على حته الفار قال لك الفار الحقيقي هنشوفه بره. لا هي مش التقنيات. هي الموضوع مش تقنيات فعلا. عمرنا ما شفنا نفسيات. والله كابتن الموضوع يعني انا حسبتها كده اراده قرار يعني هاني خلي بالك بتتفرج على الدوري الاسباني يعني والدوري الانجليزي. لا 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 عمري ما شفت ان في فار الراجل بيدي له حاجه وهو بيقول حاجه ثانيه غير هنا في مصر. انا قصدي انا بتكلم في ايه لما اسامه السويسي ليها مغزى الكلمه دي بيتكلم بيقول لك الفار ها في تقنيات كويسه هنتعلمها او نصلحها. وانا سمعت انه قالوا مش عارف شركه اسبانيه هسه. الموضوع مش موضوع التقنيه ما كانش متشافه وكده. الموضوع موضوع اراده قرار صح. انك تدي القرار. انا بقول لهم من دلوقتي لما تلاقوا حاجه على النادي الاهلي في الفار ادوها على النادي الاهلي، اوعى ما تديهاش على النادي الاهلي. ايوه بالظبط هو ده اللي انا قلته في بدايه كلامي ان احنا يا جماعه لينا ولا علينا. حتى لو لا قدر الله في يوم من الايام اتغلبنا وده يعني بيحصل وارد كره قدم يعني طبعا ما عنديش مشكله ان انا اتغلب او اتعادل واخسر نقاط ما عنديش مشكله ولكن يكون هناك عداله تحكيميه زي ما بتديني او بتحسب عليا احسب على غيري اديني حقي كمان اديني حقي في نفس الوقت. ويا ريت كمان الخطا ما بيبقى صعب يعني في اخطاء ممكن اصعب من اللي حصل في لا التاريخ. لا يعني يا كابتن اسلام قصدي مش اصعب بصراحه يعني طب ليك ركله جزاء ما اتحسبتش؟ لا ما انا ليك هدف ما اتحسبش؟ طب اعمل ايه تاني؟ اسلام في لعبه سهله يعني تتحسب يعني البنالتي ده اسهل حاجه في التاريخ يتحسب انت فاهمني؟ وفي لعبه صعبه ممكن التقنيه لازم تتشافوا لكده. انا شايف ان الالعاب دي ما فيهاش صعوبه تقنيه علشان تتشاف. هل الكوره كتفه ايده دراعه؟ لا ده هي عاوزه الجون اللي جه جهاد جريش قال ايه؟
قال لك انا صفرت الاول انت بت... يعني انا مالي انت صفرت الاول انا مالي انت صفر زي ما انت يعني يعني ايه صفرت يعني انت بتقول ليه؟ وبعدين التصريح الاخطر اللي الناس عدى عليها تعديه الكرام كده وبيقول ايه ان الفار محمد كان عمر مش طارق مجدي طارق مجدي قال ان جهاد جريشة قال له ان جهاد جريشة قال له ما تطلبنيش ولا قال لما انا اللي اطلبه. لا ده كلام يا كابتن اعتقدش ان ده كلام صحيح لان مفيش حاجه اسمها كده. انا بقى بص بس الواقع اللي شفته كده ده كلام يدين اكتر ما اصلا اللي شفته كده يا كابتن. اولا الجاريه في البنالتي خليني اكلمك على البنالتي. الجاريه غلط. لنا البنالتي كده سمير معلش هنطلع من الاجواء الاحتفاليه دي شويه بما اننا بنتكلم عن الفار يعني. الجاريه غلط يا كابتن اسلام. جاريه الحكم بعيده وغلط. اللي زمان ما خدش بيه قلنا نعديها. الفار كمان مش هتاخد بيها صعبه قوي ها. فانا بقول لك هي محتاجه اراده انك انت تحكم مش محتاجه تقنيه عشان ما تجيش ترميلي على ان تقنيه الفيديو مش متشافه كويس والالعاب اللي زي دي متشافه قوي البنالتي متشاف ما فيهوش اي حاجه الجون متشاف ما فيهوش اي حاجه. طب اطلع فاصل ولا اتفضل؟ لا والله ممكن عادي. لا 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 اتفضل. طيب. خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هخلي كابتن عادل يتكلم لوحده محدش هيتكلم تاني في الفنيات. ماشي نطلع فاصل وبعد فاصل نرجع نكمل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن عادل المايك معاك. ايوه اتكلم فنيا زي ما انت عايز. في كل حاجه تخص فريق الدحيل علشان بس طيب عشان بس نقول للناس ان الفريق قوي. نعم. وانه وبالذات القوه في ايه؟ انه بيلعب النادي الاهلي ليه توضيبه خاصه، النادي نعم. الاهلي حاجه خاصه جدا، ولكن هو لما جاب اللعيبه جابها عشان كاس العالم قبل ما تتعمل القرعه اللي هو جاب حسن فرقته زي ما اتكلم اسامه وانا يمكن تابعتهم فتره كده ان هو وصدق على كلامك استاذ اسامه ان هو الـ كان في عشان اقول لك ازاي هم كانوا بيفكروا في طريقه لعبهم. يعني لو كان السوشيال ميديا اتكلموا على ان فرجاني ساسي كان رايح الدحيل القطري لو فاكرين يمكن صبري قال حاجه مهمه جدا لما جه يجيب قال لك انا فرقه ما بعملش استحواذ، استحواذهم دايما في المباراه 53% 50% ما بيشتغلش استحواذ كامل بيلعب لعب مباشر عشان كده غير وفكر ما بين فرجاني ساسي جاب علي كريمي وعلي كريمي ده كان من اللعيبه الكويسه اللي هم كان بيلعب في دينامو زغرب زمان وبعدين راح استقرار من الاستقرار الايراني لدينامو زغرب للاستقرار الايراني تاني وبعدين رجع على قطر القطري فرقه قطر القطري وبعدين جابوه من 11 مباراه جابوه في قريب يعني الفتره اللي فاتت في يناير في الشتويه علشان كاس العالم للانديه اولونجا برضو من اللعيبه اللي هم جابوها الفرويد اللي هو جابوه وجابوه ليه علشان برضو جابوه في يناير علشان كاس العالم للانديه وده كان هداف الدوري الياباني كان عنده 25 هدف في الدوري الياباني عمل احصائيه قويه جدا يا كابتن اسلام في الدوري الياباني تخيل لعب 66 مباراه في الدوري الياباني احرز 55 هدف بنسبه كبيره فوق العدد في المباريات مع ان الدوري الياباني دوري قوي دوري قوي لكن هو لعيب يمتاز بالطول 193 سنتي كيني قوي سريع محطه كبيره ليهم لكن تعالى بقى نتكلم على طريقه اللعب اللي بيلعبوا بيها يمكن اخر مباراه لعبوا الاهلي هم يمكن عاوزين يبعدوا التفكير الاهلي انه ازاي هيلعب قدامه فعاوز يبعد تفكيره فهو لعب بطريقه 4 4 2 اللي بيلعب بيها دايما انا بقول ان هو هيغيرها في مباراه الاهلي هو بدا بصلاح زكريا ده حارس مرمى كويس متميز عايز اقول لك يمكن عنده سرعات كويسه بيطلع على الكور العرضيه ولكن ضعيف في الحتة الارضيه وفي اللعب المباشر مهدي بن عطيه ومهدي بن عطيه من اللعيبه المغاربه اللعيبه الكبيره اللي لعبوا في انديه كبيره بره جنبه احمد ياسر المحمدي وابن ياسر ابن احمد المحمدي يمكن اخويا احمد ياسر لعيب كويس سيرد باك عنده طول 183 سم سيرد باك بيعرف يطلع يلعب بدماغه بيلعب الكور الثابته ناحيه الشمال كان في السلطان البريك واسماعيل محمد اسماعيل محمد ده على فكره صبري حب يغير له طريقه لعب هو بيلعب هاف رايت دايما وبيلعب فعلا في الحته اللي قدام
وبيلعب في الحته اللي قدام، لكن اسماعيل محمد رجعه لعبه باك رايت، ويمكن عشان المباراه بس بتاعت الاهلي التشكيله اللي حضرتك بتقوله امامنا اهو على الشاشه. وعلي كريمي ده اللعيب اللي هو الايراني اللي انا بقول لك ان هو بدا يجيبه لانه عنده تمركزات جيده جدا، بيقطع كويس. مشكله الدحيل في ايه؟ ان هو بيهاجم وبيدافعش كويس، بس ده انا بقول لك في الدوري القطري، لكن في مباراه الاهلي هيعمل توازن ويعمل توازن كبير. لعب علي كريمي ويلعب بجينو لوبيز، ولعب إيديميلسون ناحيه اليمين ودودو ناحيه الشمال، ولعب بولونجا قدام وتحته المعز علي. المعز علي ده على فكره من افضل اللعيبه اللي متواجده. النتيجه بتاعته انه كان هداف كاس اسيا. في كاس اسيا المعز علي جاب 9 اهداف وخد احسن لاعب في كاس اسيا، انت فاهم؟ هو بس السنه دي لعب جاب حوالي 6 اهداف بس من 15 مباراه، يعني النسبه بتاعته مش عاليه، ولكن 6 اهداف مش قليلين طبعا. ماشي يا كابتن اسلام. هنا بقى عاوزين نتكلم على الحته الفنيه اللي بيشتغل عليها صبري دموشيه. اول حاجه هو بيفكر فيها انه يلعب النادي الاهلي، انا افتكر انه هيلعب حد قدام مهدي بن عطيه اللي هو ايه بسام الراوي، او يلعب ببسام الراوي ويقعد مهدي بن عطيه، ولكن انا افتكر ان مهدي ممكن يكون عنده الخبرات فعشان كده هيلعبه. فهيبقى في المهدي بن عطيه وممكن يلعب بسام الراوي قدامهم ويشيل واحد لاولونجا للمعز علي، لكن يخليه للشوط الثاني. اللعب هو ما بيلعبش، ما بيعتمدش على الطرق اللي هي النقل الباص والتحرك كتير قوي. هو كان الاول بيعمل جاب كبير ما بين الدفاع والمهاجمين. لما اتفرج على النادي الاهلي اكيد هو هيلعبه اللعب الطولي، لان هو بيفتكر انه النادي الاهلي الحاجه الوحيده اللي ممكن تتعبه الالعاب الطوليه. ليه؟ لانه هو شاف، يمكن اتفرج على اخر مباراه، ممكن شاف الامر ده في كذا كوره حصلت فيها هدف ولا حاجه. بس هو كابتن تغيير الخطه ده في 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 في, في الوقت زي ده وانت بتلعب فريق كبير زي النادي الاهلي، ده مش مجازفه من الراجل من لا ده. هو مش هيغير طريقه اللعب كامله، هو هيغير الافراد بنفس الطريقه. يعني مثلا المعز علي او اولونجا لما يجي يلعبوا 2 رؤوس حربه ما بيلعبوهمش تقليدي، بينزل واحد تحتيه. يبقى دي معناها ايه؟ انه هيلعب 4-5-1 في الحته الدفاعيه. والحاجه الثانيه اللي انا عايز اقول لك عليها انه عنده دودو، ده من اللعيبه البرازيليين اللي عاليين قوي. عارف دودو يمكن لعب 104 اللي بالمراس، لعب 154 مباراه سجل 41 هدف. لعيب سريع قوي احنا جبنا له فيديوهات النهارده في الجزء الاول من الحلقه كانت واضحه جدا. لو بصيت يا كابتن اسلام مين الهدافين بتوعهم؟ هتلاقيهم مش الفراوده بس، ده نص الملعب. ده يديك انطباع ايه؟ ان هو بيلعب اللعب الايه؟ اللعب الطولي وليس العرضي. اللعب العرضي الهدافين بيبقوا الروس حربه. من الواضح يا كابتن هاني ان ستكون مباراه صعبه حتى من طريقه كلام صبري. اكيد يا كابتن، اكيد اكيد. هو عارف النادي الاهلي كويس، وعارف قد ايه النادي الاهلي تاريخه كبير في كاس العالم للانديه، والخبرات الكبيره اللي عند الموجوده عند اللاعبين النادي الاهلي. اكيد طبعا هو قلق جدا من النادي الاهلي، واكيد عامل له حساب كبير جدا جدا جدا. لكن المباراه طبعا كابتن عادل اللي اتكلم في بعض النقاط المهمه في على الفريق الدحيل، لكن انا بتكلم انا شفت لهم مباراه تقريبا اللي هي الاخيره. هم بيعتمدوا زي ما الكابتن عادل قال، بيعتمدوا على الكرات الطويله، وبيعتمدوا على انا شايف هنا كابتن عندنا يعني معدل العرضيات اللي عندهم من ناحيه اليمين ومن ناحيه الشمال يعني حوالي 142 من الناحيه اليمين و73 من الناحيه الشمال، يعني ده معدل كبير جدا. وبالظاهر ان هم مش 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 بيستخدموا القلب بس، لا بيعتمدوا كمان على الاطراف، وده يعني شغل مدرب كبير. يعني برضو الراجل صبري لموشي مش طبعا مدرب ليه تاريخ ومدرب كبير جدا، وزي ما قلت هو عامل حساب للنادي الاهلي كويس جدا. عندهم زي ما الكابتن عادل قال برضو عندهم الناس اللي بتجيب اللي بتحرز الاهداف كلهم من نص الملعب والفراوده، عندهم إيديميلسون، عندهم ادواردو، عندهم المعز، لعيبه كويسه جدا. وانا شايف ان زي ما الكابتن زي ما استاذ اسلام تقريبا استاذ اسامه قال ان الخط الهجومي بتاعهم قوي جدا جدا جدا، لازم النادي الاهلي يبقى عامل حساب النواحي الدفاعيه كويس قوي. اعتقد المباراه هتبقى قويه ما بين ناديين كبار جدا. كابتن عادل قال برضو ان هم ممكن يغيروا
من بعض الافراد او بعض التكتيك بتاعهم في المباراه. انا شايف ان ده يعني يبقى صعب شويه، لان انت بتتكلم في مده قصيره جدا، انت بتتكلم في اسبوع، ان انت ممكن تغير حاجات بسيطه زي ما الكابتن عادل قال برضه. يمكن هو عامل مباراه الاهلي دايما المدربين لما يجي يلعب مباراه قويه، مثلا في افتتاحيه كاس العالم مع الاهلي المصري، لما يجي يلعب المباراه اللي هي في الكاس عنده ممكن يخاف يلعب بطريقه تانية، علشان الكره كتاب مفتوح في الوقت الحالي، لكن بتكلم على طريقه لعب، ممكن يريح لاعب، ممكن يشوف ممكن تغيير بعض العناصر ده وارد، لكن انا بتكلم في خطه. انا شايف ان هو صعب، ان انت النادي الاهلي برضه لما يجي يلعب بايرن ميونخ اكيد هيلعب بنفس الخطه بتاعته، الراجل مستر موسيماني مش هيغير كتير في التشكيله، لان انت برضه تعتبر الانديه كبيره. النادي الدحيل نفس الكلام، اعتقد ان هو برضه لو غير هيغير في بعض العناصر، في بعض الافراد، في 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 في, في اماكن معينه، لكن اعتقد ان هو يعني هيلعب بنفس الخطه بتاعته اللي هي 4 4 2 المعتاده اللي بيلعب بيها. زي ما قلنا لازم يبقى في شغل شويه يا كابتن. لا لا انا معتقد ان هو هيلعب كده، ما اعرفش، ممكن هو عايزكم تمسكوا في بعض يا جماعه. لا 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 بس اصل خلي بالك دلوقتي يا هاني، الفرق الكبيره زي الاهلي والبايرن والاهلي، خلي بالك يا كابتن، ده ماتش ممكن يعني ماتش يطلع بره البطوله. لا انا عايز اقول لك حاجه مهمه، عشان كده ما يعملش مجازفه، عشان كده مش هعمل مجازفه. بص الفرق الكبيره دايما بتقول ايه، كل مباراه وليها رجالها عليه، لانك عندك عدد من اللعيبه كتير، لكن الفرق الاقل المتوسطه هي اللي تلعب بنفس طريقتها، لانه ما يقدرش يغير تكتيكه لانه ما عندوش لعيبه تنفذ. انت فاهم، العدد محدود جدا بيبقى عند المدرب، عشان كده الاهلي الباير اي فرقه بيبقى عنده حوالي 20 22 23 لعيب ممكن يقدر يغير، مش السيستم كامل، ولكن يقدر ينوع في اللعب ما بين لاعب خبره ولاعب تاني، فهو ما بيسالش على حته انك متاقلم ولا مش متاقلم. هي الاحتراف كده، ان انا ممكن ما ادكش، انت بتشوف في اوروبا ما بتلعبش 20 مباراه، انزل اديك المباراه ولا يهمني، لانك انت لعيب محترف، محترف طبعا وعندك خبرات طبعا طبعا. طيب هنكمل كلامنا، ولكن خلينا ناخد بعض ردود الافعال وعناوين الصحف وماذا قالت عن وصول النادي الاهلي الى مونديال الانديه. الحقيقه الالوان ده حلو قوي قوي بجد، وكانها القاهره من يلا كوره، وكانها القاهره استقبال جماهيري حافل للاهلي في قطر. حلو، عنوان حلو. موسيماني بعد الوصول ننتظر دعم جمهور النادي الاهلي امام الدحيل ونتمنى مواجهه بايرن. ده من الموقع الرسمي للفيفا. ابطال افريقيا اهم هتافات، او انا اسف، ابطال أهم. افريقيا اهم هتافات جماهير الاهلي في فندق الفريق بالدوحه. ده اليوم السابع. هاشتاج ابطال افريقيا في المونديال يتصدر تويتر بعد وصول الاهلي للدوحه. ده من الوطن. بعد وصولهما الى الدوحه بطل اسيا وافريقيا يستهلان مشوارهما في مونديال الانديه الخميس. استقبال مثير لبعثه النادي الاهلي لدى وصولها لقطر. منتهي مباراه الجوله الاخيره امام الاهلي مواجهه الموسم. محمد منتهي طبعا. اخر حاجه معانا، كاس العالم للانديه بيتقال فيه ان الاهلي يخوض ميرانو الاول غدا على احد ملاعب التدريب المونديالية الفرعيه. ما بتبقاش التعليمي اللي هو المدينه التعليميه الجديده اللي معمول فيها حوالي مثلا 10 ملاعب للتدريب زي سباير كده اللي كانت الاول. فعاملين فيها الملاعب دي تتلعب عليها ويتمرنوا عليها، وكمان ليها بتبقى ليها جيم خاص بيها واستعدادات كبيره، يعني انا شفتها وشغاله. يعني فكره كابتن الملاعب بتبقى من احسن الملاعب اللي ممكن تلعب عليها في حياتك، يعني اليابان لما رحنا اليابان ملاعب فعلا تحفه، يعني كانك بتلعب بلاي ستيشن. ده حقيقه فعلا. طبعا طبعا. حتى الاوتيل اللي انت قاعد فيه، يعني احنا كنا قاعدين في اوتيل في سكيورتي واقف على اسانسير، ممنوع حد يدخل، لازم الاي دي بيبقى معاك، ممنوع اي حد يدخل، الدور بتاعك ممنوع اي حد يدخل. لو تفتكر مانشستر يونايتد كان معانا
في 2008 كانوا قاعدين في اوتيل لوحدهم. طب متخيل هم واخدين طلب انه يبقى في الكبسوله لوحده بالظبط. فدي طبعا بتبين لك قد ايه ان البطوله كبيره وبطوله مهمه. كريستيانو كان موجود لا كمان مع من اللي بيقولوا ان البطوله لا 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 الناس اللي بتقول ما تشغلش دماغك ما تشغلش دماغك خلاص. لانك لو انت الاهلي راح يلعب كاس العالم فعلا اللي هو الكاس العالم بتاع المنتخبات هيقول لك ده بطوله سهله. ما انا قلتها قبل كده ده افتراضيا طبعا هو طبعا استحاله كده افتراضيا. ده انت لما بتكسب بدايه الدوري دايما دوري قوي. نص الدوري والله الدوري ازداد حلاوه لما بتبعد انت وبتشطح بقى. كابتن احنا نزلنا بقى ده ايه الدوري يعني الدوري ده سهل ليه كده؟ احنا تعادلنا مع بيراميدز ونزلنا للمركز الثاني الناس كلها تقول لك معلش. لا لا المركز الثاني اقل مباراه اقل مباراه يعني ما انت عشان الظروف ان انت بتلعب في كاس عالم الانديه المفروض طبعا المعلقين والناس اللي بتتكلم في الكوره تبقى فاهمه الكلام ده طبعا طبعا لازم تقول يعني طبعًا. حتى المعلق في اي مباراه يقول ان النادي الاهلي في المركز الثاني اقل مباراه من الفريق اللي احنا كابتن اهم حاجه روحنا رياضيه. احنا بنتمنى للناس المشاهده طيبه وان هم يستمتعوا ببطوله كبيره زي دي ويتفرجوا على النادي الاهلي وهو في المره السادسه في بطوله كاس العالم للانديه. بالظبط كده. طيب هل ننسى الناس جمهور النادي الاهلي ولا ما إيه؟ لا طبعا طبعا ما ينفعش ننساهم صح؟ لا طبعا. طب انا كنت سائل سؤال في الاول عن الجمهور سالتك وانت ما عرفش يرد. لا عماد متعب غششتك. لا عماد متعب جاب الجون الاخير ده كلام الاخير. لا الاخير مش الاولاني. مش عماد ننسى الناس. احنا السؤال الاولاني يا كابتن ما تلخبطناش. الاولاني مين؟ السؤال الاولاني من هو صاحب اول هدف النادي الاهلي في المونديال الاخير في المونديال صح؟ مش هقول. طيب فمش هقدر انسى الناس. خليها للجمهور. لازم نقول الناس قالت ايه. خليها للجمهور هو اللي يقول. علي محمد قال عماد متعب ورامز ريمون قال هدف العالمي عماد متعب. حمادة الشرباجي بيقول الحمد لله على السلامة الله يخليك متشكر. محمد محمود بيقول العمدة عماد متعب. خالد أبو جانيت عماد متعب. عبد الرحمن إسماعيل بيقول متعب صاحب أول هدف وصاحب آخر هدف. عمرو خالد ابراهيم بيقول متعب اول واخر لاعب سجل في المونديال. المتعب عماد متعب ده احمد جلال. المتعب عماد متعب خيري حرب. ابراهيم عبد الغني بيقول عماد متعب يا نجم ماشي. محمود انور عويس بيقول عماد متعب. محمود محمد بيقول عماد متعب. لا محدش بيغلط. لا محدش بيغلط. طيب قبل ما نكمل كلامنا مع او عن جمهورنا الحقيقه واجاباتهم عن سؤالنا خلينا بقى نغوص اكتر في كاس العالم للانديه ونروح لزميلنا امير هشام من مقر اقامته في غرفته الحقيقه في مقر اقامته برضو امير طبعا موفد قناه النادي الاهلي في كاس العالم للانديه وبالتالي هيدينا ايه اللي حصل النهارده بقى طوال النهار لانه امير معاه الفريق منذ ان وصل الفريق الى او من اول ما الفريق كان في مطار القاهره وحتى الان. يا امير الحمد لله على السلام. الله يسلمك يا كابتن اسلام. تحياتي ليك وتحياتي للكابتن عادل عبد الرحمن والكابتن هاني العجيزي وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. اهلا بيك. الحقيقه يعني طبعا الحمد لله على سلامتكم عاملين شغل رائع. بعتوا لنا فيديوهات كثيره جدا والناس الحقيقه مستمتعه بلحظات وصول النادي الاهلي منذ ان وطأت قدمهم الى في مطار القاهره وحتى الان. انا عارف ان انتوا دلوقتي المفروض في عزله تامه كل واحد في اوضته. احكي لنا بقى ايه اللي حصل امير منذ ان بداتوا الرحله وحتى الان. طيب خليني اقول لك يا كابتن اسلام يعني الفريق اتحرك بالظبط من مطار القاهره الدولي. البعثه بالكامل اتحركت في تمام الساعه 4:30 عصرا بتوقيت القاهره. الرحله استغرقت حوالي ساعتين ونصف تحديدا. وصلنا الساعه
7 مساء بتوقيت القاهره. خليني في البدايه اقول لك ان فرق التوقيت ما بين مصر والدوحة ساعه تحديدا، يعني دلوقتي مثلا احنا عندنا الساعه 1 صباحا، انتوا عندكم الساعه 12 ظهرا، لكن في كل الاحوال الفريق وصل لمطار الدوحة الدولي وكان في استقبال بعثه الاهلي، طبعا جمهور النادي الاهلي هنا وطبعا الاهلاويه من الجاليه المصريه اللي كانوا متواجدين وكانوا متحمسين جدا يا كابتن اسلام لمشاهده ورؤيه لاعبي النادي الاهلي، الجهاز الفني، رئيس النادي كمان الكابتن محمود الخطيب، وكان استقبال اكثر من رائع. لكن قبل لحظات من استقبال طبعا جمهور النادي الاهلي للبعثه، خليني اقول لك ان فور وصول الفريق للمطار كان في مسحه طبيه. الاجراءات في الحقيقه كانت سريعه جدا، ما خدناش وقت كتير، الامور كانت بشكل منظم لابعد درجه. المسحه الطبيه كل البعثه اجرتها بالكامل، نتيجتها هتطلع خلال ساعات، ربما يكون الصبح بدري، ممكن لو اتاخرت شويه هتطلع على 12 الظهر او حاجه، باذن الله الكل يكون سلبي وما يبقاش فيه اي مشكله. بالتالي فور خروج البعثه من المطار لقينا طبعا جمهور النادي الاهلي في استقبال حافل ورائع وقوي جدا جدا لافراد البعثه وللاعبين والجهاز الفني بالكامل، وده كان ليه اثر ايجابي بشكل ملفت جدا على لاعبي الفريق كابتن اسلام، وبالتحديد كمان على المدير الفني مستر بيتسو موسيماني. يعني الراجل قال انا ما فيش مكان لحد دلوقتي من ساعه ما جيت مع النادي الاهلي رحته غير لما لقيت جمهور للنادي الاهلي، وهو مستغرب من حاجه زي دي، هو لسه كمان ما شافش حاجه، لان جمهور النادي الاهلي في الحقيقه متواجد في كل مكان في الدنيا يعني. لكن في كل الاحوال الامور ماشيه بشكل جيد جدا، وصلنا مقر الاقامه. بالمناسبه طول الطريق يا كابتن اسلام من ساعه المطار لحد ما وصلنا للفندق الطريق كله جماهير للنادي الاهلي، واعتقد انتوا ذاعتوا لقطات للجمهور جمهور النادي الاهلي وهو بيستقبل الفريق وفي الشوارع سواء عند المطار او في الشارع في الطريق للاوتيل او حتى امام مقر اقامه النادي الاهلي، كان في عدد وافر من الجماهير اللي كانوا دايما بيهتفوا هتافات كبيره جدا لنادي القرن وبطل افريقيا قبل المشاركه في بطوله كاس العالم للانديه. هناك في المطار كان في هتافات خاصه جدا جدا من قبل جماهير النادي الاهلي للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. الكابتن محمود الخطيب راح حياهم، بعديهم كان او بعديه كان لاعبي النادي الاهلي بعد هتافات من الجماهير، كانوا اللاعبين خلاص يعني ركبوا الاتوبيس، فلما لقوا هتافات كبيره جدا من الجمهور نزلوا من الاتوبيس مره ثانيه عشان يحيوا جماهير النادي الاهلي. نفس المشهد تكرر كمان امام مقر اقامه الفريق هنا، وكان في عدد كبير من الجمهور اللي هتف بشكل كبير جدا للنادي الاهلي، وكان في هتافات كمان خاصه جدا جدا لمؤمن زكريا نجم النادي الاهلي واللي بنتمنى له الشفاء العاجل، وكانت لافته اكثر من رائعه كمان من الجماهير. فور الوصول للفندق كل لاعب دخل الغرفه الخاصه بيه او كل افراد البعثه كان كل واحد ليه غرفه خاصه بيه في يعني عدد من ساعات العزل حتى ظهور المسحه ونتيجتها اللي باذن الله تطلع نتيجه سلبيه. فور ظهور النتيجه باذن الله تكون سلبيه الامور هتبقى يعني طبيعيه الى حد ما، مع طبعا اتخاذ كل الاجراءات الاحترازيه بشكل كامل ومنظم جدا، فاكيد احنا هنكون في انتظار نتيجه المسحه السلبيه. الاجواء بشكل عام مميزه جدا يا كابتن اسلام. خليني اقول لك كمان ان ساعه او الحضور اللي هيحضروا في استاد المباراه 30% بس من ساعة الاستاد، فبالتالي لو كان الساعة كاملة كنت هتشوف الاستاد مليان بجماهير النادي الاهلي. وانا في الحقيقة عايز استغل الفرصة دي وابدي استغرابي في الحقيقة كابتن اسلام، لان كنا بنسمع دايما اقاويل ان النادي الاهلي ملوش جماهير في الخليج او النادي الاهلي جماهير قليلة. بصراحة كل هيشوف اللقطات النهاردة لو انتوا ذاعتوها او لسه هتذاعوها هيشوف مدى وحجم وشعبية جماهير النادي الاهلي. انا في الحقيقة رحت مع النادي الاهلي في اماكن كتير جدا، كل مكان بلاقي فيه جماهير النادي الاهلي، فجمهور النادي الاهلي موجود بشكل قوي جدا وبيآزر وبيدعم الفرقه بشكل كبير، وفي انتظار اداء مميز من اللاعبين ونتائج كمان مميزه. عندنا طموح وامنيات كبيره ان شاء الله لاعيبه النادي الاهلي، بالتحديد بعد ما شافوا وخدوا الدفعه دي من جمهور النادي الاهلي نشوف اداء ونتائج جيده كابتن اسلام ان شاء الله. امير انا عارف ان انتوا تعبانين جدا، وانت تعبان تحديدا طبعا من الصبح سفر ومروح ومجي ومسحات ومسحه هنا ومسحه هنا، ولكن لو تقدر تقول لنا عن
بكرة، اليوم الأول لنادي الأهلي بكرة هيكون إزاي بعد ظهور المسح؟ طيب اكيد هيكون في انتظار لنتيجه المسحه، باذن الله تطلع المسحه سلبيه، بعدها هيكون في تدريب للنادي الاهلي، هو المران الاول للفريق هنا في الدوحه، وهيستعد من خلاله النادي الاهلي او بدايه الاستعدادات لمباراه الدحيل يوم 4 من الشهر المقبل باذن الله 4 فبراير. هيبقى طبعا في وجبه فطار الصبح، بمناسبه وجبه الفطار لو نتيجه المسحه تاخرت فالوجبات هتروح لكل واحد في الغرفه بتاعته، زي ما حصل النهارده في وجبة العشاء الخاصة بكل أفراد البعثة، كل واحد وصل له الوجبة بتاعته قدام الغرفة الخاصة به. لو النتيجة بكرة الصبح اتأخرت بتاعة المسحة فكل لاعب هيفطر في غرفته، لو طلعت النتيجة قبل ميعاد الفطار فهيبقى في فطار جماعي مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية بشكل طبيعي. بعد الفطار إن شاء الله بإذن الله هيكون في طبعا مران النادي الأهلي، أكيد كمان هيكون في بعض المحاضرات المهمة من مستر بيتسو موسيماني في اوقات معينه على مدار اليوم. بمناسبه مستر بيتسو موسيماني كمان يا كابتن اسلام، خليني اقول لك ان احنا في الطياره في طريقنا لكاس العالم للانديه وللدوحه، كان مستر بيتسو موسيماني والشيء الملفت جدا ان هو كان قاعد بيذاكر فرقته، فرقه النادي الاهلي، بيشوف بعض ممكن الملاحظات اللي عنده في المباريات السابقه تحديدا، كمان شاهد بعض اللقطات وركز على بعض اللقطات الخاصه بفريق الدحيل القطري. الراجل شغال بشكل مستمر ما بيضيعش وقت في الحقيقه. أيوة. ده فيما يتعلق بمستر بيتسو موسيماني في الطيار، لكن خليني اقول لحضرتك كمان يا كابتن اسلام ان لاعبي النادي الاهلي نفسهم عندهم حاله من الجديه والتركيز الكبير جدا، واكيد هيبقى في جديه بما انك بتشارك في كاس العالم للانديه، لكن اللي يعكس كده واللي يدل على كده ان بعض اللاعبين كانوا معاهم ماتشات لفريق الدحيل القطري على الاجهزه الخاصه بتاعتهم اللابتوب، وكانوا بيتفرجوا على اداء فريق القطري وبيشوفوا نقاط القوه والضعف بالنسبه لهم، وده شيء لفت نظري. شيء لفت نظري بشكل كبير جدا، ويبين لي قد ايه لاعبه النادي الاهلي متحمسه ومتحفزه بشكل كبير جدا ان هي تتخطى اول عقبه باذن الله. فريق الدحيل فريق قوي جدا، لكن اكيد هم عاملين حساباتهم بشكل كامل على طبعا كيفيه مواجهه هذه الفرقه وكيفيه تخطي هذه العقبه علشان باذن الله نوصل لمباراه بايرن ميونخ. الجزئيه الاهم قبل ما اسلم لك الكلمه يا كابتن اسلام، ان ما فيش حديث اطلاقا عن مباراه بايرن ميونخ اطلاقا في ما بين افراد البعثه، كل التركيز منصب فقط على مباراه الدحيل القطري، ليس الا ما فيش تفكير خالص بخصوص فريق بايرن ميونخ. يعني حتى النهارده ظهر بعض الاصابات مثلا في صفوف بايرن ميونخ بخصوص كورونا زي جريتسكا طبعا نجم وسط فريق بايرن ميونخ، لكن ده يعني ما خدش اهتمام كبير من لاعبي النادي الاهلي، لان كل التركيز في الحقيقه منصب في مباراه الدحيل القطري، والاهم ان انت تعدي هذه المباراه عشان تفكر فيما تبقى من هذه البطوله. وباذن الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه البطوله يا كابتن اسلام. لو في اي استفسار ثاني انا معاك، اتفضل. لا انا بشكرك شكرا جزيلا امير هشام الحقيقه، وزي ما قلت لحضراتكم هيكون دائما متواجد معنا خلال الفتره القادمه امير من ارض المونديال علشان يقول لنا ماذا يحدث في مونديال الانديه، وكل شيء بيحدث هنجيبه لحضراتكم على الشاشه على طول. كابتن عادل انا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا النهارده، شرفت ونورت. انا سعيد بيك وانت عارف الواحد بيبقى سعيد بيك دائما، وانت حاجه كويسه لينا يعني بجد والله يا اسلام. الله يخليك يا كابتن، ربنا يخليك وربنا يكرم ان شاء الله يا رب ان شاء الله. واشكرك جدا يا هاني على وجودك معانا النهارده، وان شاء الله نلتقي في مواعيد قريبه. يعني حبيبي يا كابتن اسلام، انا سعيد ان انا كنت موجود مع حضرتك والكابتن عادل، طبعا يعني دايما موجودين مع بعض، اتمنى ان شاء الله اكون موجود مع حضرتك بعد كده في حلقات اخرى ان شاء الله. ان شاء الله. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، تعبناكم النهارده، قعدناكم قدام الشاشه كتير جدا النهارده 4 أو 5 ساعات، فانا بشكركم شكرا جزيلا على تواجدكم معانا طوال هذه الفتره. بكره ان شاء الله هيكون عندنا حلقه وهنكمل فيها كلامنا عن فريق الدحيل القطري، سواء من الناحيه الدفاعيه واهم نقاط الضعف اللي موجوده فيه. احنا اتكلمنا النهارده كتير عن نقاط القوه، ولكن بكره ان شاء الله هنتكلم اكتر عن نقاط الضعف اللي موجوده في فريق الدحيل القطري، وعندنا حصريات كثيره جدا 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 زي ما حضراتكم شفتوا. قعدنا معاكم، كان المفروض نخلص الساعه 11، قعدنا معاكم لغايه الساعه 12 وربع 12 و10 اهو، علشان تفاعل كبير من حضراتكم على السوشيال ميديا.
انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وان شاء الله اكون مع حضراتكم على الهواء مباشره في تمام الساعه 8 غدا ان شاء الله. استنونا والاهلاوي مش هيسيبنا. في حاجات واماكن ومعارف بيروحوا نسيانهم سهل، والفرق في حبنا للاهلي انه في نفس غلاوه الاهلي. اسأل على الأهلي وتغلطوا.